بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية طيبة مباركة إليكم مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم وحيثما وجدتم، من قناة القرآن الكريم، القناة الخامسة للتلفزيون الجزائري، وعبر برنامجكم الرمضاني برنامج رواح الصائم الذي يستمر معكم إلى غاية الرابعة والنصف بحول الله سبحانه وتعالى. حديث إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون شيقا ومفيدا حول مناسبة غزوة بدر، كيف نستقي منها العظات والعبر ونوظفها في حياتنا اليومية على صعيدنا الشخصي والعائلي وعلى صعيد المجتمع. نتحدث كذلك عن سنة أو على سنة الاعتكاف بحول الله سبحانه وتعالى وفضل العشر الأواخر، كيف نغتنم هذه العشر التي تقبل علينا، وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتنمها في مباشرة الطاعة والزيادة من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كيف نغتنمها للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لنكون من المفلحين الفائزين بحول الله سبحانه وتعالى في يوم الجائزة ألا وهو عيد الفطر. إذن يشرفنا مشاهدين الأفاضل أن تبقوا معنا وأن تكون مشاركاتكم كذلك كثيرة عبر الهاتف من خلال الأرقام التي تظهر من حين إلى آخر في أسفل الشاشة. يحضر معي لنقاش كثير من الموضوعات لحد الآن الأستاذ كمال توتي. مرحبا بك أستاذنا. وبكم أهلا وسهلا، سعداء بكم، وصحة فطور وصحور وصيام وقيام جميع الأمة الجزائرية والأمة الإسلامية. وإياك إن شاء الله وكل المشاهدين الأفاضل، خصوصا الأوفياء منهم الذين يتصلون ودون أن نذكر الأسماء حتى لا نثير فتنة بينها لا تتخربش الخيوط إن شاء الله. أستاذنا أستاذ كمال، إذن نتحدث عن غزوة بدر، عن تلك الدروس التي يمكن أن نستقيها، لكن سنباشر هذا النقاش بعد أذكار المساء. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي. أمين يا رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركات أن يتقبل الله منا الصيام والقيام، وأن يجعلنا نغتنم كل لحظة في هذا الشهر الكريم العظيم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، في أن ننتفع في أنفسنا وفي أسرنا من هذه الفرصة التي تتكرر كل عام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها في الأجر والطاعة. إذا المشاهدين الأفاضل نجدد التحية إليكم، وعلى بركة الله نبدأ بحول الله سبحانه وتعالى نقاشنا لهذه الأمسية الذي سيكون حول الكثير من المحاور، بالإضافة إلى ذكركم مشاهدين الأفاضل أنه فيه أركان معنا بحول الله سبحانه وتعالى سيتم اكتشافها إن شاء الله في بحر هذه الأمسية بحول الله سبحانه وتعالى. إذن غزوة بدر وكيف نستفيد منها، وفي البداية أستاذنا أستاذ كمال، هل لنا أن نرجع إلى أحداث غزوة بدر، كيف كانت وكيف كانت جملة أحداثها؟ جميل. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، نعيد التحية مرة أخرى فنقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هناك غزوة وهناك قتال وهناك معركة. الله يبارك وفيك بركة. أما الغزوة فهي التي يشارك فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، فيقال غزا يغزو. وأما المعركة فهي حالة الاحتدام بين الفريقين أو الفرق، ما بعد الاحتدام التدافع والتقاتل يسمى القتال. ولهذا الله عز وجل قال كتب عليكم القتال وهو كفر لكم. هذه الغزوة سبحان الله امتحان من الله سبحانه وتعالى للمسلمين بعد الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة، وفي السنة الثانية من الهجرة في رمضان وصائمين. أنا خليني نكتب بعض الأمور التي أراها مؤشرة
لأن تكون كذلك في النقاش ونستفيد منها بحول الله سبحانه وتعالى في الدروس وفي في حياتنا اليومية، سواء الشخصية الأسرية أو حتى المجتمعية ككل. اللهم آمين. طيب أنت قلت أول كلمة أنه امتحان، نعم، نرجع لها إن شاء الله. جميل إن شاء الله. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء، ونعرف سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر من مكة إلى المدينة أخى بين المهاجرين والأنصار ورى لهم كيفاش يبنوا السوق، بل هو بنفسه أخذ عودا وخطه على الأرض، أمرهم أن ينظفوا أفنيتهم، بنى لهم مسجدا يلتقون فيه، سن لهم سنة التكافل والمحبة والتآخي والتناصر والتآزر، ولكن لا يزال في قلب المسلمين وخاصة المهاجرين شيء على قريش التي ظلمتهم، أو من ظلمهم من قريش أو من سكان مكة. السبب يا أخي لمين؟ واحد فقط يدي لك حاجة بغير طيب نفس منك تتألم وتتأثر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أخذ عود آراك من جيبي أو من يدي أحدهم مسلم لآخر، قال ولو عود آراك، لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه. تصور أنه أخذ مالك وحرق بيتك وطردت، بل ربما قد يقتل بعض أفراد الأسرة. هذا ما وقع للمهاجرين وهم عايشين في المدينة، لكن قلوبهم مازالها متأثرة بوش ضاع منهم في مكة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وصله خبر مهم جدا، وهو يا رسول الله أبو سفيان ذهب تاجرا في أموال قريش أو بأموال قريش إلى الشام وراه راجع. النبي صلى الله عليه وسلم فكر، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذا المقطع قبل ما نقول أذن للذين يقاتلون، هذا المقطع ربي يبين فيه بأنهم أخرجوا من ديارهم بغير حق وأخذت أموالهم. هذا كان في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصله الخبر بأن القافلة وعير قريش وفيها ما شاء الله من المتاع والأثوبة والأقمشة، إن صح أن نقول يعني أموال لا بأس بها، قالوا هذه فرصتنا، دهونا كلش وضيعونا المستقبل تاعنا. احنا في الدرجة تاعنا يقول لك ديماريت من زيرو، بدينا من صفر. أحدهم عبد الرحمن بن عوف لما اختار له أحد الأنصار وقال له والله نتقاسموا البيت وعندي زوجتين، تحب نطلق واحدة من نعطيها لك؟ قالوا لا الله يبارك، تعطيني والو، أنا تاجر ونعرف وش ندير. سبحان الله، راح يضرب صفقا بالأسواق حتى ولا من أغنى الأغنياء وتزوج بنوات من ذهب كما ورد. المهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فكر وقال هم كاش مشكل، على بركة الله نسترد أموالنا التي ضاعت من هذه القافلة. القافلة لما تكون تجارية ما فيهاش استعداد عسكري قوي، يعني راح يكون قافلة مسالمة ما فيهاش تغطية أمنية دقيقة، ربما استخبارات فقط، وين وصلتوا وين راكم وش خصكم، حتى ربما درءا لقطاع الطرق وليس لربما هجوم كاسح. جميل. وكانت القبائل تخاف، شكون اللي يقدر يدنا القافلة نتاع قريش؟ قافلة صح. أبي سفيان ومعه أبو جهل عمرو بن هشام، يعني ما كانش واحد يتجرأ، لكن سبحان الله كان عندهم ذكاء، فهم كانوا يتخذون جاء الغرب شبه الجزيرة العربية، فيمرون على البحر الأحمر وهكذا على الجبال والأودية والسهول وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم راح اختصر الطريق حتى يلحق بقافلة أبي سفيان. هنا تجي الروايات على أساس أن الموضع اللي وصل له النبي صلى الله عليه وسلم كان فاتهم أبو سفيان، قيل بأربعة أيام ثلاث أيام أقل أكثر، المهم الخبر وصل النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد وصل الخبر لأبي سفيان بأنهم راموا يحوسوا عليهم. كاين البياعين، بياعين في كل مكان، كاين اللي يبيع بالخير وكاين اللي يبيع بالشر. وصل الخبر إلى مكة أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريدون أن يعترضوا قافلة أبي سفيان. أبو سفيان ماذا يفعل؟ يرسل رسولا إلى مكة، قال له روح اجري
اسبقني روح لمكة وقول لعمر بن هشام قل سادة قريش خبرهم باللي رانا سلكنا وراني لبس بيا والقافلة راهي جاية بمتاعها بخيرها وما فيها من أموال لا بأس بها. وصل الخبر إلى مكة على أساس أن القافلة قد نجت، ولكنهم وعلى رأسهم أبو جهل عمر بن هشام قرر أن يجري معركة، أن يثأر، أن ينتقم من المسلمين. فقال لهم لا، يسمعوا بين الناس بأن محمد وأصحابه يعني الشرذمة اللي طردناهم منا أنهم كي يقاطعونا ولا يهدونا في الأمن بتاعنا. إذا قالهم يا جماعة يجب أن نقرع طبول الحرب. فنادى في المقاتلين فكان ما منهم من شاب إلا ونوى، قال حنا ننتقم ونروحوا لهم حتى العقر ديارين باش محمد وصحابه ما يزيدوش يفكروا أصلا في أنهم يعني يهدوا قوافلنا منا وجاي. فهب منهم من هب، وكانوا في 1000 مقاتل، 1000 مقاتل وميتين فرس. متخيلوا 200 فرس وعلى كي نقولوا الفرسان بالجياد والمقاتلين إلى غير ذلك. وهبوا رجالا ونساء وذهبوا لقتال المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم سيو سبحان الله خويا أمين، من عجائب أقدار الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى قادر على أن يخبر محمد صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد ما تروحش لأنك ما تلحقش القافلة راهي رايحة. ربي عز وجل الحنين الكريم كان قادر يقول محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد ما تروحش المنطقة الفلانية، وإنما اذهب إلى المكان الآخر حيث تجد القافلة وتأخذ منها ويستحب. الله تعالى يقدر ما يشاء، يعني ربي يكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يدركون القافلة، وربي خلى هذا الخبر كذا. إذن الله تعالى كان يريد معركة بين المسلمين والكفار. ها هي أقدار الله أخي المسلم، وراح نتكلم عليها إن شاء الله عز وجل في هذه الحكم المقبلة إن شاء الله. إن شاء الله هذا تقدير من الله عز وجل. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعلم بأن قافلة أبي سفيان قد نجت، هنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأن قريش هبت من أجل المقاتلة، فندبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أذن الله عز وجل لهم في القتال حينما نزلت الآية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير إلى آخر الآيات التي تلوناها. هناك ندب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من يقاتل معه، فهب ما شاء الله من المسلمين. كانت إعدادهم 300 وبضعة عشر رجلا، قيل 13 14 15. البضع في اللغة العربية هي ما بين 3 إلى 9، من أقل من 9، نعم 3 إلى 9. فلما يقال بضع هذا هو المقصود به. 314 معهما فرسان فقط و70 جمل، تصور العدد. إذن هم أضعاف مضاعفة، يديروا بهم 3 مرات، 1000 مقابل 300. طبعا الله تعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الأسباب، وهذه مليحة نقطة نتخذها. اتخاذ الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمي الأخبار عن الناس وما كانش يخبر القبائل وخاصة اليهود، لأنه يعني ممكن توصل جواسيس يعني يخبرون قريشا أين موضع النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قد قص علينا ذلك وسمى هذه الغزوة بيوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. سبحان الله كانوا قرب لبعضهم ولا واحد شاف، لكن ربي أراد أن يقضي أمرا كان مفعولا، لأن الله يريد لهم مكانا يلتقون فيه، وكان كل شيء مبني بوحي من الله عز وجل أن المعركة ستقع. والنبي صلى الله عليه وسلم استعد لذلك، ذهب مع الصحابة، ذهبوا إلى منطقة مشهورة تسمى بدر، وقد سميت ببدر لأن فيها آبار كانت معروفة في الجاهلية من القديم، كانت عدة آبار ولكن تسمى بدر على أساس أن هناك بئرا ما شاء الله فيها الماء تسمى بدر، فسميت بموقعة بدر أو غزوة بدر. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان معين حيث أراد أن يخيم ويوضع الجيوش، فوجد رجلا يقال له الحباب بن المنذر. جاء إليه أو أتى إليه حباب بن المنذر، قالوا يا رسول الله هذا المكان اللي خيرته وحي من عند ربي ولا هو رأي وحرب ومكيدة؟ يعني أفكارك وتخطيطك والاستراتيجية العسكرية نتاعك أو أنه وحي من الله؟ ها
نسكت وما نقول لك والو يا رسول الله. فقالوا لا، هذا رأي وحرب ومكيدة، إلى عندك اش خبر؟ هذا هو المعنى، إلى عندك اش خبر واقتراح غير قول لي. طبعا إذا كان تحب نوصله في أي نقطة نوصله لها. تفضل أستاذنا. جميل. فقال له الحباب بن منذر: يا رسول الله، هذه البلاصة اللي خيرتها عيانة، ماهوش هذا المكان اللي تريح فيه. شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، أخبره بحقيقة الأمر ولا عندك خبر، وهو كانت له دراية. فقال له: يا رسول الله، ما نوقفوش هنا، نروحوا ليه؟ على الأقل حنا نقتسم ذلك الماء يكون من جهتنا، ونغور عليهم، نردموا عليهم الماء اللي يحبوا يشربوا مش ما يلقاوش يشربوا. نتوقفوا هنا أستاذنا، بارك الله فيك، حتى نشوقوا المشاهدين وبعدها معركة. نشوقوا المشاهدين قبل بداية أحداث المعركة وأحداث الغزوة إن شاء الله سبحانه وتعالى واحتدام القتال. أشرت أستاذنا إلى بعض شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال حديثك عن التواضع، فيه كذلك حديث عن بعض شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال هذا التسجيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبي. هاي الصلاة. عليك يا النبي محمد، أصلت عليك يا النبي محمد، صلى الله عليك يا النبي محمد. محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وعلاقة دعوته بالدعوات السماوية السابقة. محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فلا نبي بعده، وهذا مما أجمع عليه المسلمون وعرف من الدين بالضرورة. قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. أما دعوته وعلاقتها بدعوات الأنبياء السابقين فقائمة على أساس التأكيد والتتميم كما يدل عليه الحديث السابق، وبيان ذلك أن دعوة كل نبي تقوم على أساسين اثنين: الأول العقيدة، والثاني التشريع والأخلاق. فأما العقيدة فلم يختلف مضمونها منذ بعثة آدم عليه السلام إلى بعثة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي الإيمان بوحدانية الله تعالى وتنزيهه عن كل ما لا يليق به من الصفات، والإيمان باليوم الآخر والحساب والجنة والنار. فكان كل نبي يدعو قومه للإيمان بهذه الأمور، وكان كل منهم مصدقاً لدعوة من سبقه ومبشراً بدعوة من سيأتي بعده. وهكذا تلاحقت بعثتهم إلى مختلف الأقوام والأمم ليؤكد الجميع حقيقة واحدة أمروا بتبليغها وحمل الناس على الإذعان لها، ألا وهي الدينونة لله عز وجل وحده. وهذا ما بينه الله تعالى بقوله في كتابه الكريم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أما عن التشريع وهو سن الأحكام التي يتوخى منها تنظيم حياة المجتمع والفرد، فقد كان يختلف في الكيف والكم ما بين بعثة نبي وآخر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وسبب ذلك أن التشريع من نوع الإنشاء إلى الإخبار، فلا يرد فيه ما أوردناه على اختلاف العقيدة. وبناء على هذا فإن بعثة كل رسول تتضمن عقيدة وتشريعا. فأما العقيدة فعمله بالنسبة لها ليس سوى تأكيد لنفس العقيدة التي بعث بها الرسل السابقون دون أي اختلاف أو تغيير. وأما التشريع فإن شريعة كل رسول ناسخة لشريعة من سبقه إلا ما أيده التشريع المتأخر أو سكت عنه، وذلك على مذهب من يقول: شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا لم يرد ما يخالفها. أصلت عليك يا النبي محمد، صلى الله عليك يا النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. تحية متجددة إليكم مشاهدينا الأفاضل من هذا المباشر رواح صائم.
من قناة القرآن الكريم القناة الخامسة للتلفزيوني الجزائري بدأنا الحديث في بعض تفاصيل غزوة بدر، وهذا الأمر فات الأستاذ علي بوناب. أستاذنا أستاذ علي، راحت لك واحد التشويق، واحد الطريقة، واحد الأحداث، وربما شفتها أنت مئات المرات وقريتها آلاف المرات، بارك الله ماشي كما تأستاذ. سنستفزه نستفزه ونستدركه ما خير إن شاء الله. احنا بدينا بالأحداث إن شاء الله، وإن شاء الله يكون في حديث كذلك عن بعض الدروس وبعض العظات التي نوظفها في حياتنا المعاصرة، وهذا هو الهدف من أيام مثل هذه ومن أحداث مثل هذه، حتى نستقي منها العبارة ونستفيد منها دائما. توقفنا عند تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه برأي حباب بن منذر، بارك الله فيك. وحين نبدأ إن شاء الله الأحداث، جميل، شوفت شوية نحاول نخفف على بركة، شوفت شوية أخشان. تفضل أستاذ كامل. وطبعا الان نتخيلوا، الان نتصوروا موقعة بدر، الارض منبسطه، النبي صلى الله عليه وسلم خلاص اخذ براي الحباب بن منذر، خير مكان، جهز الجيوش، صف الاول، شكون اصحاب السهام، شكون اصحاب الرومات الذين يعني على اطراف، طبعا الرومات مشهوره في غزوه احد يعني. فصف النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش ثم قال لهم ضعوا لي هنا عريشا. عريش كما نقولوا احنا شغل خيمه صغيره من قصب ومن كذا، ريح فيها النبي صلى الله عليه وسلم يتبتل الى الله، يجمع نبي رسول خاتم الانبياء شفيع الامم كامل وش اعطاه ربي. واذا يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم النصر ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ومع ذلك لا ينسى الله. احنا دائما احنا غير درهمات 10000 راهي دراما في الجيب وراها المشكل. النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو ربي أعطاه يشكر الله عز وجل ولا ينساه، أفلا أكون عبدا شكورا. وبدأ يبتهل إلى الله ويتضرع إلى الله، وكان يعني يلبس رداء على كتفيه، فسقط ذلك الرداء حتى أتى أبو بكر الصديق ورفعه وقال يا رسول الله خلاص أنت دعوت الله، الله ألم يعدك الله بالنصر؟ فهو كان دائما يحب بين لهم بأن الله تعالى لا ينسى مهما كان في السراء والضراء. الآن أنا أتصور في الجهة الأخرى قرع الطبول وش من زغاريت وأصوات النساء وخلاص محمد وأصحابه وش داروا اليوم؟ نرحيهم اليوم، نهنيهم اليوم، نحيهم كامل من الوجود. والمهمة تعنا موش القضاء على المسلمين ومحمد وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ها كل القبائل واحد ما يقدر يزيد يفكر باش يهجم على القبيلة تعنا وزيد، هما خطوا البعيد تجارة تاعنا راهي ملاير يا أخي ملاير، كان مديها أبو سفيان رايحين طالعين، يقول لك احنا دوك كل ما نديروش هالمعركة راهي تصبح القافلة المصالح الاقتصادية مهددة على جيد. احتدم الجيشان ونعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثهم ويحفزهم، احتدم الجيشان، نختصر مسألة عبيدة بن جراح وعلي بن أبي طالب وغير ذلك، احتدم الجيشان عراك وعراك وعراك، ف الله تعالى أرسل تأييدا منه بالملائكة فنصر الله عز وجل المسلمين على الكافرين. تصور 314 أو أكثر بقليل مع 1000، وشفنا شحال كاين فرسان 200 فارس، ونتصور كم معهم من متاع وغنائم مع هؤلاء الذين فيهم فرسان و70 جملا. يشاء الله عز وجل أن يقتل من المسلمين 14، 8 من الأنصار و6 من المهاجرين، بصح شحال ماتوا من الكفار 70 واحد، وشحال الأسرى 70، يعني تصور 70 و70 عدد يعني سبحان الله 14 مع 140 يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنتم 3 أضعاف ونحن غلبكم يعني أضعاف مضاعفة. وهكذا شاء الله عز وجل أن تكون النصرة للمسلمين، فنصرهم الله عز وجل، وكانت أفضل هدية من الله، أفضل حتى من الغنائم لو كان قاطعوا للقافلة وداوش حبوا وأخذوا الغنائم، غنائم قريش، وكانت نفسوا بها على أرواحهم في المدينة، استرجعوا على الأقل شوية من القوت، شوية من المتاع، شوية من التجارة، وزيد النفس مرتاحة، انظروا لقد هزمناهم. فأراد الله حكمة عظيمة، عوض الأموال فقط
شرفكم وسؤددكم ومكانتكم وذكركم سوف ينتشر في الآفاق. محمد تغلب على قريش وصارت تبهديلة وأصبح النواح وضرب الخدود وشق الجيوب في مكان عندي من ذلك. ونصر الله عز وجل المسلمين. وأخي لمينا ويضحك يعني هذا لا ما شاء الله. لأن الشرح السينمائي ينبغي أن يكون بكل أوصافه. وأنا أتصور أن كثير من الصحابة وقفوا يتميلون فرحا عوض كلمة يرقصون يتميلون فرحا. لماذا؟ لأنه نصر عظيم من الله عز وجل وجعل الله عز وجل ذكرى على مر الأيام والدهور حتى وصلت إلينا وها نحن في العام 1440 هجري. لن ننسى هذه أو هذه الذكرى العظيمة التي مرت بالمسلمين ومنها نأخذ عبرا كثيرا إن شاء الله. إن شاء الله حديث عن العبار بعد هذا التشويق وهذه الطريقة في السرد. بارك الله في أستاذنا. أنا دائما أتلقف الكلمات حتى يعني منها أسوق السؤال الذي يأتي كذلك إن شاء الله بالأفكار. أستاذنا منذ قليل تحدث أنه من نتائج هذه الغزوة على المسلمين أن النفس كانت مرتاحة. صح. طيب سؤالنا ربما حتى نوظف هذه الأحداث وهذه الغزوة في حياتنا اليوم وفي علاقاتنا وفي شخصيتنا كذلك وفي بناء الشخصية إلى غير ذلك. علاقة النصر بأن يزيد ربما في ثقة في النفس، علاقة النصر والانتصار والإنجاز إلى غير ذلك بأن يكون الإنسان مرتاحا من خلال هذه الأحداث. أستاذنا كيف كان المسلمون يعني مستضعفون ثم صاروا قوة بعد هذه الغزوة المباركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ لمين لما نتكلم عن الحياة النفسية الحياة النفسية للصحابة الكرام في هذه الغزوة والشيخنا كمال كان يتكلم على نقطة مهمة جدا، أن هذه الحرب ليس مجرد حرب. كان الإسلام والمسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم في منعطف إما أن يكونوا وإما أن لا يكونوا، وهذا المنعطف قدره رب العالمين لأن الحرب ما كانش يعني مبرمج لها. كان قضية استرداد بعض الأموال التي نهبها كفار قريش من المسلمين، يعني الحرب ما قال الحرب توجد لها استراتيجية كذا كذا، لكن كان وقعت يعني بين عشية وضحاها. الآن الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرر على هذه الحرب، الآن من ناحية المقاربة والمفارقة أو المقارنة لو وجدنا بأن من المستحيل تكون فئة قليلة عددا وعدة تحارب يعني فئة لها من العتاد والعدة والعدد، يعني الآن ما هي الميكانيزمات؟ وهنا الحياة النفسية. أول ميكانيزم هو إعداد القائد لجيشه قبل المعركة. لو عدنا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت تلك المدرسة التي تكون منها الصحابة الكرام، لو وجدنا أول أمر قام به النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هو بناء الإيمان والعقيدة، يعني ربط هذه القلوب وربط هذه الأنفس ليس بالدنيا وإنما برب العالمين، إيمان قوي جدا. هذه مسألة ثانية. حينما انتقل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم آخى بين الصحابة الكرام، يعني البعد الإيماني والبعد الأخوي فيما بين الصحابة فيما بينهم وفي تعلقهم في برسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا، أعطيني واحد ارتد في هذه المعركة، واحد رجع في هذه المعركة، واحد كفر في هذه المعركة. يعني المعركة مصيرية جدا، بل كان تعلق الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في أرقى البصمات الجمالية. ذلك الصحابي الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستوي الصف، ماذا ذكرت الإسلام ليستوي الصف، فأشار إلى بطنه فقال يا رسول قد آلمتني، وهو وأن يسلم يعني وكان بطنه مكشوف، فأعطاه النبي العصا قال يلا خذ اقتص من النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله يعني لابد أن تكشف على بطنك لأن بطنه كان مكشوف، فكشف النبي على بطنه، ففي عوض أن يقتص من النبي قبل بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن السؤال مطروح، علاش هذه القصة كامل في هذه الحرب؟ وش به هذا الآن حرب وجهاد وكذا والأمر جدية، ولكن هو رأى في منطلق عاطفي، ما به الرجل؟ فقال حتى يكون آخر عهدي بالدنيا هو جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى وش نفهم من هذه الجملة؟ نفهم أن الروح كانت مطمئنة، نفهم أن الروح في علاقتها مع الجسد كانت مهيئة للشهادة،
كانت مهيئة للآخرة، وهذا المنطلق هو حب الله تبارك وتعالى وحب النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى جيش الصحابة الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده قناعات، هذه القناعات هي منطلقها هدوء النفس، يقين القلب، واعتقاد العقل أن في هذه الغزوة هو شرف للصحابة، وإما يعني فيها نصر أو شهادة. نقطة أخيرة، لما كان يتكلم عن أبو بكر الصديق، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينظرون كيف رفع يديه إلى السماء ويدعو الله تبارك وتعالى حتى سقط منه رداءه، حتى بكى. اللهم نصرك الذي وعدتني. نعم. اللهم نصرك الذي وعدتني. حتى بكى أبو بكر الصديق خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شوف العلاقة الوجدانية بين القائد وبين الأتباع، كانت يعني علاقة فيها حب. كان يعني الصحابة الكرام في علاقتهم بالقائد وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان ملؤها الحب، كان ملؤها الطاعة، كان ملؤها الحوار والنقاش، وذكر على قضية اختيار يعني الموقع في حد ذاتها. هذه الأسباب كلها هي التي جعلت النصر أكيد بتوفيق الله تبارك وتعالى، ولكن من الناحية السببية ومن الناحية الواقعية أن أسباب النصر موجودة. ما بعد المعركة، على بالك يعني لما انتصر الصحابة في هذه المعركة، بمعنى صوت المعركة لم يبقى في بدر فقط، وإنما انتشر إلى كل البقاع الذين كانوا ينظرون إلى هذه المعركة بجدية، فيعرفون أن هؤلاء المسلمين إما أن يكونوا وإما أن لم يكونوا، إن كانوا فإن هذا الخطر سوف يهدد الروم فيما بعد، وسوف يهدد الفرس، وسوف يهدد كل القبائل التي كانت يعني تكفر ومحاربة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول أنك يا رسول الله نحبك، أنك يا حبيبنا ويا أستاذنا ويا قدوتنا، كنت ذلك الرجل الذي هو المنارة، الذي هو ذلك الضوء الذي أنار للصحابة وأنار لهذه الأمة. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا نعم الأتباع لنعم القائد، فلك منا كل الصلاة يا حبيبنا أستاذنا. الصلاة والسلام. الصلاة والسلام. بارك الله فيك أستاذنا، ربي يبارك فيك على هذا الملمح النفسي في هذه الأحداث أستاذنا، ربما كذلك بعض الملامح التربوية إن شاء الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأحداث، وفي إشارات كذلك إلى تأييد الله سبحانه وتعالى لنبيه ولصحابته الكرام، المقاييس، مقاييس القوة إلى غير ذلك، قوة قريش مقابلة ضعف واستضعاف هذه الفئة، ولكن كان الفارق ربما تأييد الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان المؤمن والفارق إن صح التعبير، دون أن نغفل كذلك مسألة التخطيط، مسألة الحساب، مسألة الأسباب إلى غير ذلك. صحيح. كيف يوفق نوفق نحن كمسلمين اليوم وفي كل شؤون الحياة وفي كل شؤون الدنيا وفي كل شؤون العبادات والمعاملات إلى غير ذلك، كيف نوفق بين هذا وذلك؟ تأييد الله سبحانه وتعالى دون أن نغفل التخطيط والأسباب إلى غير ذلك. جميل، بارك الله فيك، الله يجزيك. هذا هو الأساس الذي نأخذه من غزوة بدر. على كل حال، يعني الآن لو نظرنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل مع الواقع الذي يعيشه الواقع، وفي نفس الوقت مع الأمور الغيبية، احنا في درجة نتاعنا يقول لك أنا درت اللي عليا والباقي على الله، هذا خطأ. صح. نصححه، قل أنا درت اللي عليا وكلش على الله. صح. ما تخليش ربي الباقي، ما أنت قادر على شقاك وكلش راهو على الله، يعني حتى اللي درته أنا لو كان ماشي الله وفقني راني. حتى الأسباب هي توفيق من الله، حتى التفكير في الأسباب، حتى التفكير في أنك تصلي صلاة، تفكر بأنك تختم ختمة من القرآن، هذا التفكير توفيق من الله، لولا أن الله وفقك وأحبك فأحببته، يعني سبحان الله تبادل النورانيات، وهذه يتفطن لها الصالحون والمؤمنون حينما يعرفون قدر الله عز وجل، وهو الذي قال وما قدر الله حق قدره. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن لنا بأن الأسباب نتخذها ونتخذها بحنكة، لكن لا ننسى جمع المعلومات. جمع المعلومات ما كانش منها أنت تمشي هكذا في طرد ولا معليش لو تورط أنا نمشي وش كتب ربي مرح، لا لا، سقسي، قالوا لك طريق مقطوعة، قالوا لك بلي كاين زحام سيارات، وعندك بالجي بي اس تاعك عندك عدة طرق وحد اخرين اللي تقدر تاخذها، عارف كيفاش تستخدم العقل تاعك. هو ما كانش منها قال انا ندير اللي عليا واش كتب ربي خليه يصرى، لا خمم. انا وانا لما نشوف هذا العدد سبحان الله، عدد 1000 مع 300، حب يقول باللي كل واحد عنده 3 لازم يقاتلهم ولازم يغلبهم في 3. اسمحوا لي خاوتي الاعزاز طيبين كرماء واخواتاتي، نضربوا المثل بكرة القدم، معليش اذا كان صح التعبير، مهاجم راح يهجم باش يسجل هدف وثلاث مدافعين مقابلينه،
واي تخطيط راح يدير ويبقى يدور بالكره ويستنى واحد يعاونه باش يبعثها لهم والاخر يصوتي منه ويروح منه ويسجل. دونك يقول لي خبر ثاني في كره القدم خاطيني فلازم يخطط يحتاج مدرب كره قدم لازم يحتاج الى اعانه وحده صعب يعني صعب اصلا لو كان يكونوا زوج مدافعين فما درك بالثالث. اذا فسبحان الله نتصور بان الصحابه ما عارفين بان 1000 قدامه وما 300 يعني كل واحد يدبر راسه. الفارق بينهما الايمان الذي في القلب. كي تامن بربي ربي يعطيك النفسيه القويه والايمان القوي وينزع الخوف والامل والخوف يروح. حكى لنا استاذنا يبوس ويقبل في بطنه مرتاح اراد ان يعني. يكون اخر بشره ما يمسه بشره معناه كان منتظر بانه يا رسول الله راني مستعد لكلش ولدين في بالي بلي بالك ما زلتش نشوفك. انا ارى بان هذه انتقلت الى الصحابه وهم ينظرون لا شك انهم كانوا يبكون لانهم كانوا يتصوروا واحد وش به يدير حاجه كما هذه تاثر عميق. هذه ربما زادت دافع قوي جدا. لما الانسان يدافع من اجله من اجل ان يعلي كلمه الله ومن اجل ان يدافع عن المال والنفس وتركوا خلفهم نساء واطفال في المدينه هذه لا ننساها وفي نفس الوقت مظلومون وفي نفس الوقت الجنة تنتظرهم وقد وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان تاعو يكون قوي. هذا جندي لا يخاف هذا يصدم بذكاء بحنكة يعرف لكن الآخر ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة. ولهذا المعيار ليس في العدد ولا العدة ولا العتاد وإن كان مطلوبا لأن الله تعالى قال وأعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هذا الإعداد بقدر ما تستطيع لكن الآن خلاص رانا في أرض معركة محتمة لم يختارها المسلمون لأنهم اختاروا أنهم يأخذوا الغنائم لكن اختارتها قريش على رأسهم عمرو بن هشام أبو جهل وقرروا الآن رانا في أمر الواقع. يا رب توكلنا عليك يا رب توكلنا عليك. فأيدهم الله عز وجل والله حينما يؤيدك يقول يختار منكم شهداء كما جاء في الآية الكريمة الله عز وجل ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. سنة الله عز وجل أنه أمرنا سنة التدافع سنة أنك تحضر سنة الكونية أنك تحضر نفسك وتقوم بالواجب عليك ثم كل الأمور هي بيد الله يسيرها كيف يشاء. من مات منهم فهو شهيد من حي منهم فسوف يحيى على بينة كما قال الله سبحانه وتعالى وسوف يعز الله به الإسلام والذي استشهدوا أيضا أعز الله بهم الإسلام وهكذا نصر الله عز وجل الفئة القليلة وهو الذي قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله لكن هناك شروط والله مع الصابرين الذي نأخذه أيضا حنكة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الحنكة العسكرية. نسيت من ألف ذلك الكتاب استراتيجية العسكرية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما يقول أظنه العقاد فحينما تحدث يعني قرية محمد ممكن الاستراتيجية العسكرية كتاب قرية محمد معروف الكتاب يعني حول الاستراتيجية العسكرية نسيت المؤلف يعني بالضبط. من بين ما ذكره قال تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستشير مع أنه هو القائد كانوا قادرين يقولوا له يا رسول الله لوحي دبر راسك أنت اللي تعرف إحنا موراك لكن الله عز وجل قال له فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. المشاورة في الأمر لم يشاور فقط الحباب بن المنذر وإنما من المؤكد أن القادة الذين كانوا معه وكل واحد وش يقول يا رسول الله خليها لي انا نستولى كذا انا افعل كذا انا كذا وترك لهم الامر. هذه الديناميكيه ان صح التعبير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابه والتفاهم والخوف من الله زائد التوكل على الله عز وجل وحسن التوكل عليه ايضا هي التي ايدتهم. والله تعالى قال فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ثم ماذا قال ان ينصركم الله فلا غالب وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. هذه مليحه لنا احنا اللي راهو تاكل على دراهمه وعلى متاعه وعلى منصبه وعلى جاهه وعلى الصحه نتاعه وعلى شيء اعلم ان هذا بيد الله. الله تعالى قادر على ان ينزع منك تلك القوه التي تشعر بها كما نزع لقارون. يعني خلي الامر لله لولا ان الله اقدرك لما قدرت أكيد. لولا ان الله اغناك لما تصدقت أكيد. لولا ان الله اعطاك قوه جسديه لما تغلبت فالامر لله سبحانه وتعالى. لكن القاعده الاساسيه في غزوه بدر هي إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ينصرون دينه ينصرون أخلاق السلوكات ينصرون اقتصاد بلدهم أخلاق بلدهم يرعون الأولاد والأمة والأسرة عموما بكل معانيه في شتى الميادين إن شاء الله. أستاذنا بارك الله فيك أستاذ كمال نبقى دائما
نستلهم العبر والدروس، نغتنم الأساتذة الكرام، وإن شاء الله نستفيد منهم، يستفيد المشاهد كذلك، ونحن كذلك نستفيد من المشاهد من خلال مشاركاتهم واتصالاتهم إن شاء الله عبر خطوط الهاتف التي تظهر من حين إلى آخر في أسفل الشاشة. والكل يفيد ربما بما رآه من عبرة على مستواه في غزوة بدر، نستفيد منها ويقاسمنا إياها إن شاء الله ومع المشاهدين الأكارم. أستاذنا أستاذ علي، في جملة الأحداث وجملة تفاصيل الغزوة والمعركة إلى غير ذلك، القصة التي قصصتها علينا منذ قليل في الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك الصحابي الذي أراد أن يقبل بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، أستاذنا أشار إلى أن الشخص ذاك آخر ما كان يتمناه أن يلامس جسده جسد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يكون آخر، بمعنى أنه في باله وفي عقله أنه سيموت، يقينا أنه سيموت متيقن، بمعنى أنه فيه جزء من الدافعية إن شاء من خلال هذه الحادثة، دافعية يقول يعني أنه آخر شيء راح يحدث أني نموت، بمعنى هذا الذي ربما جعل جل الصحابة يفكرون في أن يكونوا من المنتصرين في هذه المعركة. حبيت تحدثنا أستاذنا على الدافعية وأهميتها في الوصول إلى الهدف وتحقيق الهدف. تضحية. والله بارك الله فيك يعني على السؤال. يقول علماء السيكولوجيا أن من أكبر منشطات السلوك وصناعة المثابرة هي قضية الدافع، بشرط أن يكون الدافع دافعا داخليا. الكثير من الناس لهم مجموعة من الدوافع، قال أنا أريد أن أحقق كذا، حبيت ننجح في كذا، من أجل كذا، من أجل كذا، هي دوافع يعني مقبولة ومعقولة. قال مثلا يرضى علي بابا ولا ترضى علي يما ولا من أجل عمل أو من أجل زواج، هي معقولة ومقبولة، ولكن أكبر دافع هو أن يرضى عنا ربنا تبارك وتعالى، وهذا الذي تعلمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبي، أن المنطلق في الطاعات والعبادات بل حتى في جميع السلوكات كما قال ابن تيمية، كل ما يصدر من الإنسان في مرضات الله تبارك وتعالى، فهنا تم صناعة سلوك راقي جدا يبتغون به ماذا؟ ربنا تبارك وتعالى. يبتغون به ماذا؟ الفوز بالجنة. يبتغون به ماذا؟ يعني الفوز بالأجر وثوب. فكان همهم وهذا الذي دندنوا من حوله أن يفوزوا برضا رب العالمين. لهذا نتصور أن هذه المعركة، أن نقرأ بعض كتب التاريخ، فقيل بأن من الصحابة من كان لا يملك حتى سلاحا، منهم من كان يأخذ يعني عود من الحطب، تصور يعني دخل معركة بعود من الحطب ليجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة مصيرية. لو درسناها دراسة سببية يقولوا شبيه هذا داخل معركة بمطرق، شبيه هذا كي والدينا في ثورة، راح ينتحر نعم، كما والدينا في الثورة التحريرية بعضهم يعني أخذت شابة واحد دال وحاورك رايح قاعد طالع إلى الجهات، يعني ميزان القوى يعني فيه فرق شاسع. ولكن هذا من منطلق مادي، ولكن من منطلق داخلي، أن هناك يقين، هذا اليقين أن هذا العمل نهايته ماذا؟ الجنة. فينتج عنها بما يسمى أن يكون مقداما في الحرب، عكس الطرف الآخر الذي جاء من أجل الدنيا، جاء من أجل شهوة، جاء من أجل سلطان، جاء من أجل مال، جاء من أجل الانتقام، فالدافع ضعيف، فهنا كان الدافع ضعيف، وبالتالي تكون صناعة السلوك وصناعة المثابرة ضعيفة جدا جدا جدا، بينما ما كان عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهبوا إلى المعركة بصدورهم وبقوة، إما النصر وإما الشهادة، وهذا الذي غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في صحابة. لهذا نقول من خلال هذا الموقف هو الدافع، لا نتكلم عن المحفز، لأن المحفز دائما مادي، نتكلم عن الدافع اللي هو منطلق بناء السلوك. لابد أن نعلم أبناءنا وهم يدرسون وهم يأكلون وهم يلعبون وهم يلبسون في كل السلوكات، أن نجعل المنطلق أن نرضي الله تبارك وتعالى. نخرج قليلا ثم نعود نولي. قبل ما تخرج أستاذ، نحن نخرج إن شاء الله، نروح إن شاء الله نستقبل المكالمة إن شاء الله. أبقى فقط شافع للفكرة قبل ما تخرج. نخرج خارج الله يبارك فيك أستاذنا. أخونا أحمد طولنا عليه شوية. أحمد من العاصمة، السلام عليكم. السلام عليكم أخويا أمين. الله يبارك فيك أخونا أحمد، مرحبا بك. والله يسلمك.
تقولش طولنا عليك في الحلا والله نفرحوا لما انتصروا بكم. الله يحفظك الله يحفظك. في المواضيع هذه والحوار ما يهمش. الله يجازيك خويا. تحية لي خويا أمين، تحية لأستاذنا كمال وأستاذ علي وفريق العمل معك وكل المشاهدين. أمين يا رب. برك برك نقول للأستاذ كمال باش نضحكوا. نقول له الحاجة بريش راهي حالفة فيك، قالت لي ديك الإنسان تخلص. خلاص نخلص نخلص. خلاص. شفت لي برك بديت بديت شيء يعني ما شاء الله. اليوم غزوة بدر. ما شاء الله عليك. خونا أحمد اليوم غزوة بدر. الله يبارك فيك. تفضل أحمد. نعم لك الفضل. والله إن لما نتكلم على هذا التاريخ العظيم هذا غزوة بدر يعني العظمى هذه واللي يعني نفتخر بها كمسلمين كلنا ما شاء الله يعني الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم ما يعني بعد هذه المعركة هذه خذها عدة معارك باش انتصر يعني على المشركين والحمد لله رب العالمين. حتى جاء يوم الفتح يعني فتح مكة وفيما بعدها جاءت فتوحات إسلامية في أقصى يعني الدنيا كلها. أنا والله الشيء أخويا أمين صدقني الشيء يؤلمني وأتأسف له دائما هو أننا لم نأخذ العبرة من هذا الدرس هذا الدروس هذه لم نأخذ العبرة من هذا الدرس تاع الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. لو أخذنا بهذه الدروس يعني ودرسناها كما ينبغي ما وصلنا إلى ما وصلنا به اليوم والقدس تسلب منا وإخواننا الفلسطينيين يقتلون هناك ونحن نتفرج من بعيد. صح. لأن الله سبحانه وتعالى قد حذرنا من هذا عندما قال فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إحنا اليوم المسلمين فشلنا وذهبت ريحنا وأصبحنا يعني متنازعين ومتناحرين فيما بيننا أو بعبارة أخرى أصبحنا متخندقين. صح. ونتفرج من بعيد. هذا هو الشيء اللي يؤلمني ويأسفني يا أخويا أمين. أرجو أرجو من الله العلي القدير أن يعيد لنا هذه القوة التي بناها الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. شوف لما كان يحكي أستاذنا كمال يعني أنا حتى جاني الدمعة لما كان يحكي في بداية يعني قصة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم كيفاش يعني حتى باش خذا الغزوة هذه غزوة بدر. والله واش نقول ربي إن شاء الله يعني يثبتنا إن شاء الله وربي ينصرنا إن شاء الله ربي ينصرنا إن شاء الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن شاء الله يا رب ربي ينصرنا على هؤلاء القوم يا رب العالمين إن شاء الله وينصر إخواننا الفلسطينيين إن شاء الله وتحرر القدس يا رب العالمين في يوم من الأيام شباب متحررا من صهاينة يا رب العالمين وجزاكم الله خير كل خير بارك الله فيك خونا أحمد إن شاء الله الله يستركم بارك الله فيك خونا أحمد وحسب قولي كان تعلم درس الأخوة من هذه الغزوة العظيمة. بارك الله فيك أخونا أحمد ذكرتنا بإخواننا الفلسطينيين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم كل هم بحول الله سبحانه وتعالى. اتصال آخر أختنا إلهام من باريس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك أختي. حمادكم يكثر خيركم كل عام وانتم بخير ورمضان مبارك إن شاء الله ليكم وللإخوة اللي معكم إن شاء الله. إن شاء الله ورمضان كريم لكم وكل الجزائريين وكل المسلمين إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا. حاولت عدة مرات أني أتصل بكم والله غالب ما قدرت حتى لليوم راني فرحانة أني اتصلت وأني نتكلم معكم في موضوع الحمد لله حقا موضوع يعني مسني في الصميم لأنه عن سيرة حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام وعن كل ما أنجزه من انتصارات بفضل وكرم الله سبحانه وتعالى علينا ويعني لا يمكننا أن نحصي ولا يمكننا أن نعطي ما قدم لنا هذا السيد العظيم حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. دونك في هذا الموضوع راني قلت لكم وانا انسانة نحب كثير العمل الجمعوي ما شاء الله ربي قدرك ان شاء الله ربي اجرك ان شاء الله يا ربي امين يا ربي امين. وش كل مره كل ما نشوف اخي علي في الشاشه يعني كنت اتصل حتى اطلب منه رقم هاتف نتاعه حتى اتمكن من الاتصال به حتى نعمل سويا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اختنا الهام خلي رقمك انت ان شاء الله مع الزملاء اللي يخضعوا عليك الاتصال. نعم هكذا ويتصل بك ان شاء الله استاذ علي وتنسقي معه ان شاء الله ان شاء الله. شكرا بارك الله فيكم الله يجازيك انت الله يجازيك على الاتصال ويتقبل منكم ان شاء الله وإياك ان شاء الله والصيام
ان شاء الله أمين. ويحفظ بلادنا وبلاد فلسطين وجميع المسلمين والمسلمين أمين. ان شاء الله في بقاع العالم اجمعين. امين. ربي يقدركم على الخير ان شاء الله ونفع المسلمين اينما كانوا. الله يجازيك اختي الهام. اتصل اخر. ام مروه من بومرده. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام مروه مرحبا بك. بيك وعلى اول الناح بيك وعلى حاج الاولى نشكركم على هذا الحس ونقول لكم يعطيكم الصحه بزاف. العفو. الله يجازيك. ضيوفنا الكرام لهم عندكم الله يحفظك منهم كامل تواتي وسيد علي بونات الله يبارك فيك كلهم يعطيكم الصحه بزاف كيتو كامل تواتي الله يبارك فيك. صدقني والله العظيم احبكم في الله. الله يحفظك. الله يحفظك. الفرح. الله ربي يبارك فيك. الله يبارك فيكم ونقول له بسم الله سيد علي يعطيه الصحه وان شاء الله يعطيه القوه على المبادرات الخيريه اللي راح يديرها اللي ما عندهمش مساكن وربي يعوضه خير ان شاء الله ويجعلوا في الجنه ويشرب الكاس من وياكم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وحبيت نقول لكم هذا الشفه اشكركم عليها بزاف من القلوب وتضيء البيوت. الله يبارك فيك. هذا كلام يشجعنا. بطلي هذه الحفه ربتنا بزاف. الحمد لله. ربتنا بزاف كما يقولوا ما عرفتش كيفاش نقولها لكم. يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة بزاف. إن شاء الله. وحاجة الأخرى اللي حبيت نقول لكم حبيت من مرة كامل تواكب الله يحفظك. عندي واحد الأسئلة حبيت نسقسيها عليها باش كما يقولوا عرفني عليها بزاف عندي حاجات بزاف حبيت نسقسيها عليها. إن شاء الله. أم مروة. نعم. رقمك بك خليه للجماعة اللي حكموا عليك الاتصال إن شاء الله. يعطيك الصحة وخلي رقمك الصحة ونشكركم بزاف وكل كلمة تواتي الله يسترك ما تنسانيش. إن شاء الله. إن شاء الله يتصل بك إن شاء الله. خلي رقمك فقط. إن شاء الله. يعطيك الصحة. شكرا شكرا أحبكم في الله. الله يجازيك. الله يجازيك أم مروة صحة طورك إن شاء الله وربي يحفظك ويحفظ الولد كذلك. آمين يا رب. الله يبارك فيك. وين كنا أستاذ علي؟ كان خارج براسي خارج براسي قلت له إشفى. يعني قبل أن ندخل نشكر الأخت من فرنسا على الله يبارك ما شاء الله. وخونا محمد ذكرنا بالحاج جابريكس. خونا احمد ذكرنا بالحاج جابريكسي. ولما ذكر الحاج جابريكسي تذكرت يعني الحاجه من ثنيه حاجه طيبه يعني كبيره السن تبلغ السلام قناه القران الكريمه يعني من المنفقات المحسنات والحاجه من البلكون يعني في عمرها 92 الله يبارك لها في عمرها ان شاء الله. نعم. ومن المبادرات بالخير وهي من عشاق قناه القران الكريم. الله يبارك. هاي الحاجه تسمع فينا قلها راني هدرتي عليك في قناه القران الكريم. الله يبارك فيها. وكاين اختنا من فرنسا تاكد اخونا كمال خاصه اخونا كمال والاخ الامين هي مصاب بتلهى تبارك الله بمرض السرطان. قناه ادعوا لنا وقل المشايخ ادعوا لنا الله يشافيها وتعالى فيها ويعافيها ان شاء الله. الله يا رب. وربي يرفع عنها هذا الضر في اقرب وقت اجلا غير اجل اجل ببركه القران وببركه رمضان ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله يا رب. وندعو ايضا لاحدى المحسنات قبل قليل فقط يعني احسنت لعده اسر تقول لكم ادعوا لي ربي باش يوفقني في حياتي ويسترنا ويشفي جميع مرضانا ربي يشفيها. جات بالسياره تاعها حتى يعني قدام قناه القران الكريم الله يعني على المدخل واعانت بعض الجمعيات اللي يعني عرضناها انا يعني في القناه يعني الله يبارك ما شاء الله ربي يبارك لها في اموالها وفي صحتها ان شاء الله. هي لوجه الله وين تعيطوا لي نروح لاي مكان اريد ان اعرف وقرا ونسلم الله يحفظها ان شاء الله. ربي يقدرها على الخير ان شاء الله. ان شاء الله. لما نتكلم عن الدافعيه لاحظ معي ان الحرب لم غزوه بدر في اصلها هي استرداد بعض الحقوق من قافله ابا سفيان ففرضت الحرب. الصحابه هنا يعني ما تراجعوا انما كانت الحرب لان الدافع الذي كان عند صحابه النبي صلى الله عليه وسلم هو رب العالمين. لهذا قلنا نخرج نعاود نولوا لو ربينا ابناءنا نعطي مثال على سبيل المثال ابناءنا على ابواب الاختبارات قال البكالوريا او الجامعه او المتوسط لو ان الام والاب في البيت منذ بدايه المشوار الدراسي علمنا ابناءنا اننا نتعلم مرضاه لله ونتفوق في الدراسه مرضاه لرب العالمين ونذهب للمدرسه والثانويه والجامعه تحقيقا لاجر والثواب يعني بطريقه بسيطه جدا مع مرور الزمن نبني دافع داخلي وجداني وهو ان يكون كل ما يصدر من طاعه الله تبارك وتعالى. بمعنى حينما يشعر طالب العلم بالتعب او يشعر بالجهد او يشعر بهناك اراده اكثر فانه يزيد فرحا بل تكون نشوته وسعادته لما يرى ذلك التعب من اجل تحقيق الهدف الذي هو يصب في طاعه الله ورسوله. لهذا نقول يعني لامهاتنا نربي اولادنا منذ صغرهم تقرا علاش من اجل الله
تتفوق في الدراسة تاعك سامي. حتى يكون الدافع منطلق السلوك هو ماذا؟ هو الله تبارك وتعالى، وليس أمور مادية معنوية في حياة أبنائنا. الله يبارك فيك أستاذنا، تسمح لي بك أستاذنا. الله يجازيك أختنا نادية. قسنطينة أخت نادية من بجاية. السلام عليكم أختنا نادية. نادية من بجاية نفذ رصيدها. قدر الله ما شاء. سامحنا أختنا نادية، إن شاء الله تعيد الاتصال بنا إذا كان في إمكانية حتى نستمع إلى مشاركتها. تفضل أستاذنا كمان. حبيت يكون لأن عنده علاقة أيضا بما ذكره الأستاذ. نحن في الحياة الدنيا نمتحن ونختبر، ولما نكون مقبلين على زواج، امتحان تجارة، نخافه خاصة الامتحانات اللي فيها النقاط ولست تدري هل تنجح أم لا. شوف يعني ربي من خلال غزوة بدرة ربي علمنا وقالنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هل أنت أعددت للامتحانات ما استطعت من مراجعة، من مذاكرة، من شراء كتب، من تواضع للمعلمين، من أخلاق وسلوكات حسنة، من أفعال خيرية، من محافظة على الصلاة، موش يصوم وما يصليش ودعي ربي يا رب. لا، أنت تعبد الله اللي راح يوفقك. كثير من الناس الآن على بالك هم يطلبوا من الآئمة في المساجد ادعونا ننجحوا، ادعونا ننجحوا، حاجة مليح. احنا نقول لهم سندعو لكن أكيد. هيا هروحوا شاركوا معنا، حبينا نسمعوا آمين تاعكم، لازم تكونوا حاضرين. لما قال الله عز وجل أعدوا لهم ما استطعتم، ما قالش مثل قوتهم، قال ما استطعتم من قوة اللي عليكم ديروا واش تقدروا. بارك الله فيك. الله تعالى هو معكم وسيفعل. معناه ما قالناش ربي لازم تكونوا كما هما في العدد والعدد، أنت أعد ما استطعت. حتى المطرق اللي كان يحكي عليه أستاذنا، ما استطاع من قوة وصل هذاك المطرق. هذاك المطرق ربي واش قال؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حينما رمى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حفنة من تراب، قال شاهت الوجوه ورمها عليهم، ما يعني ما تركت أحدا منهم إلا وأصابته. صح. قدرة الله سبحانه وتعالى. أنت أعد ما تستطيع من بر والدين، من صلة الرحم، من كلام طيب، من مراجعة، من مذاكرة، من تجارة وأنت تسعى إليها. أنت أعد ما تستطيع، ما تقولش أنا لازم نكون مثل فلان وإلا ما نديرش. كثير من شبابنا ما يحبش يخدم يقول لك أنا لازم ندير كده ولا ما نخدمش. أنت أعد ما تستطيع من عمل راهو قدامك أعمل، وعينك على حاجة أخرى وتنقل كيما النحلة. ما شاء الله، ألا ترى أن النحلة أن ارتحل شهد الورد يهديه شهد العسل. الله يبارك فيك ما شاء الله. الله يجازيك. عندنا اتصال حاتم من تيارت. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك وتحياتي له. أجمل تحية لك أخونا حاتم والجميع. أتمنى أخويا كمال الله يتقبل منك. الله يبارك فيكم. الله يستر. لقد كنت شيخ في قناة كوكعاد. الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم وربي يستركم. كيفكم دايرين؟ لاباس. الحمد لله في نعمه. تفضل حاتم. والله انا حبيت نحييكم وبين ان تبقى القناه في القران وابي دوم ما شاء الله، سواء التلفزيون ولا الاذاعه. لا اذاعه. نعم الاخوات يعني. والله العظيم الله يبارك. حابين نتكلم مع استاذ جمال. اها تفضل. مرحبا الو. نعم حاتم نسمعك. تفضل استاذ كمال يسمع لك. دي كمال وشرك لاباس. والله الحمد لله ما شاء الله. وتحيات قناة القرآن الكريم لكم. دائما انا معك في مستوى جديد. ربي يستركم ويبارك فيكم. امين. والله العظيم يا اخويا نشوفكم رمضان كريم. ربي يستركم. ونقول يا ربي يحفظ بلادنا ان شاء الله الجزائر الحبيبة. ورغم منظر حي كل الشعب الجزائري من غرب البلاد الى شرقها ومن جنوبها الى شمالها. امين. ومرة اخرى نقول لكم رمضان كريم. ربي يتقبل. ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله. ودعينا معك. الله يبارك فيك خونا حاتم وصحة فطورك. ربي يبارك فيك. أستاذ كمال. مرحبا. دائما في الدروس التي يمكن أن نستقيها من غزوة بدر ذكرت جزء من هذه من هاته الجزئية في سردك لأحداث هاته الغزوة الكبيرة والعظيمة التي انتصر فيها المسلمون. مسألة الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قلت أستاذنا فيه من الناس ربما من يغتر بعمله، يقول لك أنا راني نصلي الفجر في وقته، ربما راني نصلي صلوات الخمس، راني بار بوالدي، فربما حاجتي إلى الدعاء ربما قليلة، حاجتي إلى التقرب إلى الله وشكره ربما لا أحتاجها كثيرا لأني أنا
مع الله سبحانه وتعالى وعلى علاقة، وكأننا بين قوسين في عجب وفي غرور في هذه المسألة، كيف أن لا نقع في هذا الأمر ولا نغتر بما نقدمه. ذكرتني بحكم ابن عطاء إلى السكندري. ابن عطاء إلى السكندري يعني له حكم عظيمة يعني جليلة جدا في تهذيب النفس وتربيتها وتقويمها على السلوك الأقوى تقربا إلى الله وتحببا إليه. هو الذي قال: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. قال رب، ورب في اللغة العربية للتقليل. قال رب قد يقع أن الإنسان يعني من معصيته يشعر بأنه فرط في حق الله، وأنه بعيد عن الله، وأنه دار حاجة مش مليحة، وأنه هل غفر الله له، فتجده ينكسر ويخضع ويبكي بين يدي الله. قال رب هذه الحالة النفسية اللي يكون عليها الإيمانية اللي هو الخوف من الله والخضوع والخنوع والخشوع، ربما قد تكون أفضل بكثير من طاعة كما راك ذكرت، طاعة أورثت في الإنسان من كثرة ما يديرها عزا واستكبارا. العز والاستكبار أنه أنا خير منكم، ما أسمع أنت ما كنتش تصلي حتى يحتقر حق الله يعني، جاء رمضان ولي تتوب أصحاب الزنزلة، الناس يهضروا بهذه الطريقة، فيهدد الناس وكأنه هو راه وكيل عن الله. قبل حوالي 4 أيام جاءني أحدهم، جلس جثى على ركبتيه أجونه كما نقول إحنا، ويترعد ويدير هاك. قلت له تفضل وش كاين؟ قال لي درت واحد المعصية وذكرها لي، عندها سنوات ودارها في بريطانيا. احنا كنقولوا المعصية يعني ماشي كبيرة، هي خفيفة مش كبيرة اللي نصورها احنا. يبكي ويترعد. قلت له نقول لك خويا سلمت عليه حضنته، قلت له والله الحالة النفسية اللي راك فيها خير من اللي راني فيها انا. زاد بكى اكثر وما حبش يتوقف. قال لي ربي يغفر لي. قلت له يا واش اعطيني شوية مش كاين عندك. قلت له هذه الحالة النفسية هي اللي حبها ربي. تعرف إن الله لا ينظر إلى أجسادكم وصوركم وأجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. الحالة النفسية، علاش النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لله أشد فرحا بتوبة عبده إليه من الرجل الذي أضع راحلته بفلات. تعرف شو معناتها ربي يفرح؟ ربي يخي يعلمنا ويعرف نقاط الضعف تاعنا، ويعرفنا بلي نحبوا شهوات ونحبوا المال وربما نحبوا اشياء اخرى كثيره ونطيحوا ونضعفوا معها. وبعد نقول يا ربي ياك سمحت لي ربي. الحاله النفسيه هذيك لما تروح تبكي له وتقول له يا رب ربي يكون فرحان، نقولوا ربي مش جبريل والملائكه، ربنا سبحانه يفرح بنا فرحا شديدا. هذه البشرى ينبغي ان تكون في قلب جميع شبابنا، ان الله تعالى سيفرح بنا. لهذا نحن نقول يعني ينبغي أن يكون الإقبال على الله عز وجل إقبال بتذلل. احنا نتحدث عن الدعاء، الدعاء هو مخ العبادة كما يذكر العلماء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعدنا ربي باللي يستجيب، ما تتخذ حتى وسيطة. معليش احنا نطلبوا من بعضنا ادعونا، لكن انت لما تدعو الله ما تنتظرش أن كاين واحد يسمعه وما يسمع لكش انت، انت مول الشيء، ربي يسمع صح. لك فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هل يجوز الإنسان أن يترك الدعاء؟ لا يجوز، بل قال العلماء حرام أن يترك الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح إن العبد إذا لم يسأل ربه يغضب عليه. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لا يقبل الله دعاء من قلب غافل لاهن. هذه قاع أحاديث تبين بأن الإنسان عليه أن يكون حاضرا، لكن الدعاء عنده أداب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو بالنصر هو يعلم بأنه سينتصر. نحن ندعو، احنا في سجودنا هل رانا ندعو الله عز وجل؟ كاين اللي عنده بوبينا يقراها في سجود بلا ما يفيق، كيما الفاتحة، الله أكبر، سبحان ربي العلي بحمده، سبحان ربي العلي بحمده، سبحان الدعاء نفسه، بعدها يسجد نفسه. وش كنت تقول لي آلة؟ يقول آلة. يا جماعة الله يفتح عليكم، قسموا الدعاء إلى 4 أقسام كي تكون 4 ركعات. قال في المرة الأولى أثني على الله والرسول صلى الله عليه وسلم وأدعو للوالدي، في الركعة الثانية أدعو لخير الآخرة، في الركعة الثالثة لخير الدنيا، ثم أخلي جميع المسلمين. قسمها، راح تجيك بنية تولي تحب تطول في السجود. تفضل. بارك الله فيك، وربما إشارة وأنت تفصل فيها أكثر أستاذنا أستاذ كمال وبطريقتك. ناس ربما يجتهدوا في حفظ بعض الأدعية المأثورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العلماء إلى غير ذلك، وفيها ذلك السجع إلى غير ذلك، ولا يفهمون معناها
ويطرح وجههم صعيبة إلى غير ذلك، ولا يفهم معناها بمعنى أنه يخاطب الله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى بشيء هو لم يتقرر في قلبه. الله الله. من الأحسن ربما حتى يدعي باللهجة تاعه وبالدارجة تاعه، حتى إذا كان قبيلي يدعي بالقبيلية ربما. نعم صحيح. حتى يعني يخرجها كما نقول إحنا من قلبه. قلبه. نعم. وهذه صحيح. اللي تصل إلى الله سبحانه وتعالى. يعني ما شاء الله، يعني كل ما تقوله وكأنك كنت تتبع فيه البارح. كش واحد جاني سؤال في سبحان الله، جاني سؤال يا أستاذ أعطينا شوية أدعية على رمضان. أنا جاوبت أدعو الله بما تشاءون، فزاد جاني سؤال لا لا راني حابة دعاء أدعية مأثورة. كل الأدعية راهي مأثورة على بركة، لا ما كاش ممكن تقدروا تبحثوا عليها. لا لا راني حاب تعطيها لي انت. قلت لهم يعني لا باس، لو كان الآن ما عنديش ربما وسيلة التواصل اكتبوا أدعية مأثورة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله خرجت لهم. هذا الإصرار فهمت منه بأن الكثير من الناس، وسمحوا لي على التعبير، يتصور بأن الدعاء هو عبارة عن كود. كي يقولوا صح افتح ابواب السماء ربي يستجيب، ثم لازم ندعي بهذاك الدعاء باش ربي يسمعنا. تلك الصيغه وكذا يظن بان هناك اسرار في اللفظ واسرار في الاشخاص اللي راح يدعوا لك، وربما على هذه الناس اسمع ثلث الاخير وقتاش يجي استاذ علي بونا بقى لي ونحسب المغرب ونحسب من العشاء. الناس تتصور بانه ربي عنده اوقات يستجيب فيها وبعدين راحت الله غير طفرت فاتني ثلث الاخير، يتصور باللي عند الافطار غير لا كان فات الوقت خلاص. لا، يستجيب الله عز وجل في اي لحظه، وانما الاقبال وسرعة الإجابة وفي أوقات يعني أوقات محببة صح واردة في السنة النبوية، لكن كل الأوقات راهي مستجابة، وخاصة في تحرها يعني الإنسان الأوقات تحري. لماذا؟ لأنها صعيبة. رقاد بنين تاني رقادة ومليح، وخاصة الآن مع التراويح وكذا واحد يتعب يتحسب لي والله ما تقدر تنظر صعب. ولهذا كلما كانت العبادة عبادة شديدة كلما كان الدعاء أحب وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. صح. ولهذا احنا نقوله شكرا في دورات تدريبية للحجاج عبر كثير من الولايات في الدفعة الأولى لقافلة الحج المبرور كنت فيها، نتلقى مع كل الناس وشوف من غردايا تامر راس وهران بشار شرق البلاد كامل يقول لك راني حاب هذاك الدعاء اللي لازم نقوله. يتصور بأنه أمام الكعبة عنده دعاء، قدام الصف والمرأة لازم دعاء. يا جماعة أنا أقول لكم كما قال لكم أخونا أمين وأستاذنا أمين اللي هو أي دعاء بأي لغة، والعربية كانت عند أربعة فقط، هود صالح شعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء والرسل كانوا يدعوا بالقورية صح. وحتى الكتب الأخرى بالقورية. أنت وعنده الحق وش كان يقول أخونا أمين، كي تدعي أنت باللغة تاعك راك عاي تخرج من قلبك لأنك ما تحوس في الألفاظ. أنا عجبتني وحكانا أحد الأساتذة نسيت شكون فيهم من المفتين، يعني كان يدعو من كتاب في الحج بالطواف اللهم كذا وما يقولوا آمين اللهم كذا، فقرأ كامل كتابه مع لبانه وش مسكين قرأ حتى طوبع هذا الكتاب في سنة كذا. فالناس يعني لا يعلمون، لكن ربي يعطي لهم على نيتهم. صح ربي يعطي لهم على نيتهم. صح. الله غالب، ولكن لما يكون دعاء من القلب من القلب من القلب الداخل، شوف قل لربي غير زوج كلمات خلاص وصلت. لكن كاين بعض الناس شوف خاصة نحن لما نصليه تسمح لي نقولوها نديروا شيئا مثلا كي نصلوا ونسلموا من الصلاة، تشوف كثير من الناس كاين اللي يسبح هكذا وكاين اللي يسبح رافع راسه وكاين اللي تحير كيف يسبح سبحان الله الحمد لله أكبر سبحان الله الحمد لله أكبر، يطل يشوف هذاك اللي يدخل أنا يتكلم ما هوش حاضر مع التسبيح. ينبغي أن يكون القلب يكون حاضر مع تسبيحك. نعم يمكن أن تنظر لكن ما تخليش قلبك غافي لله يعني. فلهذا يعني ربما حتى في صلواتنا ربما قد لا نكون حاضرين. صح. بقدر ما يحضر قلبك ربي يستجب لك. أيها الإخوة ادعوا لأولادكم بالنجاح، ربي إن شاء الله ينجحهم ابتدائي متوسط ثانوي الجامعة ربي ينجحهم ويبارك فيهم. فقط قدموا بين يدي دعائكم ثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتصالح مع الناس. صح. يعني فيها أدب في يعني لما تجي تطلب أنت أي شيء من شخص تجمل بارك الله فيك. قبل ما نطلب يا خويا امين خويا امين عبك اليوم ولا غرك شباب الله يعافيك توحشتك على بالك ذا نعطيها لبشون بعد احقا ولا غير كاينه نسيتها ما كنتش ما جيتش على جالها شوف كيفاش. ومن بعد يعني نطلب من بالظرافه وكلام بارك الله فيك. فدائما يكون الدعاء ولله المثل الاعلى والله احق بذلك. بارك الله فيك استاذنا علي، دائما الدروس لا تفنى من هذه الاحداث ومن احداث السير العظيمه المباركه المطهره لنبينا عليه الصلاه والسلام. أشارنا أخونا أحمد إلى درس الأخوة وأن نلتفت إلى إخواننا في ذلك البعد الانتمائي إن صح التعبير. فكانت غزوة بدر بين مسلمين وكفار
فريق وفريق آخر. ربما هذا الدرس الذي أشار إليه وذكرنا به أخونا أحمد نحيوه وبارك الله فيه، درس الأخوة، وأشار إلى إخواننا في فلسطين، ماذا يمكن أن نقول عن هذا الدرس إن شاء الله، وكيف نعلمه كذلك لأبنائنا؟ والله أستاذ الأمير، لما نتكلم عن الأخوة ونتكلم عن الإخاء فإن هذا أصلا من أصول الإسلام. لما نتكلم قول الباري تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، لما نتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ركز يعني لما قبل أن يذهب إلى المدينة كيف آخى بين الأوس والخزرج، كيف آخى بين المهاجرين والأنصار، كيف أحدهم أصبح لدرجة يعني أحيانا ربما العقل يتوقف عندها، يقول عندي قطعتي أرض فاختر أيهما فخذها لك، وهذه يقول لي مجموعة من الدكاكين فأخذ أيهما شئت، خذ النصف ودع للنصف، يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. يعني وكان الصحابة يعني لهم من التعفف كما فعل عبد الرحمن بن عوف، قال دلني على السوق، شكرا بارك الله فيك، ولكن دلني على السوق وهو يحمل من الثمن. وأعطى له إحدى زوجتيه. نعم، ما حبيش نقول أن هذا أحيانا يعني قلناها قبل قليل. يعني هذا السلوك الواقعي هو سلوك جمع بين الخيال والواقعية، وهذه ميزة أخلاق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأخوة عندهم لم تكن مجرد كلمات، قال من نحبك، يعني منطلقها اللسان، بل منطلقها القلب والسلوك الميداني العملي. يعني كان الصحابة يؤثرون بعضهم على بعض، يعني كان أحدهم يعطي لأخيه ما يجعل الآخر في 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 طريقة مدهشة، وهذا ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. بل حتى أن القرآن أن يخبرنا القرآن أن وصف الصحابة يعني في التوراة والإنجيل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، يعني هذه الأوصاف الجميلة الراقية هي التي جعلت هذه الأمة أمة ناجحة، أمة هي البديل للفرس وللروم. لهذا نقول بأن هل نحن نعيش معنى الأخوة كما عاش الصحابة الكرام؟ هل نعيش معنى الإخاء؟ هل نعيش معنى التعاون الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول لي نعم ربما نعيش وربما لا نعيش. لهذا نقول في هذا الشهر العظيم شهر رمضان نجد بأن الكثير من المسلمين في أرقى سلوكات الإخاء. تصور أستاذ كمال نعم صح. نعم مثال فقط صح. البارحة إطار جات قالت لي شيخ براسك، قلت لها نعم، قالت لي عندها فيلا أير بليس دو في الطابق الأول، قالت لي دبر راسك هكذا، دبر يعني بقوة دبر راسك بصراحة. هذا الطابق اجعله لإيواء مرضى السرطان، قالت لي دبر راسك وهو أمانة في رقبتك. شوف شغل الإنسان حبي مش عارف حب يؤثر او حب يتخلص او حب هذه السلوكات يعني نعم هذه السلوكات التي هي عظيمة جدا جدا عند المسلمين. تصور إنسان ربي يبارك لها إن شاء الله في أموالها، نعم ربي يبارك في أموالها في صحتها، ربي يعطيها أولادها إن شاء الله. تصور أم من نواحي ولايات القريبة تقول لك أنا عندي 800 متر مربع، دبروا راسكم ودبروا، أريد أن أجعله وقف في سبيل الله يجمع بين العمل الخيري وبين تحفيظ كتاب الله تبارك الله وتعالى، أرى أمانة في رقبتكم. تصور أم تعيط لنا من نواحي المدية أستاذ كمال تقول لي شوف أنا حبيت نحفر زوج أبر، قالت لي شوف يا شيخ إذا مت راني وصيت أولادي وخليت رقم التليفون عندهم، دبر راسهم يعيطوا لك وتنفذ. يعني لما نشوف هذه الجماليات وأنا أشوف هذا السلوك الراقي أعرف بأن ما غرسه النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة ما زال مستمرا إلى يوم الناس هذا. كنا تكلمنا في الحصة الماضية على إنسان، قلنا جالية إنسان إنسان عليه علامات الفقر والبؤس وضعيف وعمدوش كذا صح. كذا بدأ يتكلم على الخير وكذا وكذا، أنا كنت أنتظر يقول يطلب مساعدة أعطيني حاجة تكلمنا عليها ومن بعد قال أنا جئت لأقدم ما أستطيع في سبيل الله أبقدم يعني بعمله وبجهده ومعندوش فقير يعني والله ذرفت بدمعتي يعني سبحان الله قلت شوف الناس المؤمنين هذا وتكلمتها في قناة القرآن الكريم تكلمتها كنت معكم يعني. زيدوا كملوا الشطر نعم نكملوا الشطر الثاني بعد الحصة غدوة من ذاك جالية الجمعية سلام مسلسل هذا الحصة الحلقة الثانية الحلقة الثانية نعم قال لي يا شيخ تخل قال لي شيخ سعيد قال لي راني فرحان بزاف قال لي بارك الله فيك قلت له خير قال لي سمعت واش كنت تهضر عليا في الحصة
الله أكبر. كي سيدي يجيب لك اللي سمعت. قال لي شوف ربي يبارك له ان شاء الله فيك. كمل ان شاء الله. النقطة التي أريد أن أوصلها، قال لي كان عندي مشكل. قال كان عندي مشكل، كان هو يدير الخير فقط يروح ينتقل. قال كان الزوجة نتاعي شوية ما تمشيش معايا، وكانت ما تصليش صلاتها. قال فلما شاهدت الحصة وسمعت واش هدرته في الخير وسمعت يعني الله يبارك إن شاء الله، قال في تلك اللحظة ذهبت وتوضأت، قال يا شيخ وبدأت تصلي لي هذا، أشكر قناة القرآن ربي يثبتها إن شاء الله. يعني شوف هذه الجمالية التي لو تكلمنا عليها في هذا المجتمع لا تفضل نزيد واحدة تفضل هذه وشنو مخلوقها. ماشي المرأة هي اللي أخذت بيد زوجها مسابقة اللي درناها تاع التسابق في حفظ القرآن في ختم القرآن الكريم. واحدة تقول واني سجلت المحادثة صورتها واستأذنتها ونشرتها وكان عندها تأثير، تقول من كثرة ما نتنافس مع في الفيسبوك حول حفظ القرآن الكريم أو ختم القرآن الكريم، شافني زوجي دائما نقرأ دائما نقرأ ما يصليش وما يروحش الجامعة من كثرة تعلقها بالقرآن الكريم غير منها. سبحان الله كيف الشيء ذي، تعرف ربي خير مني وقريبا الله. أنا الآن نحاول نفهم وش كتبت. فقالها يا امرأة نعتيلي، هكذا كتبتها لي، نعتيلي كيفاش نتوضى. هاك ولا ترعد من حب الله، زوجي يقول لي علمني، راح تجري تعلم في الوضوء وانا نتخيل هذاك المنظر كيفاش يكون. قال وري لي كيفاش نصلي، راني رايح درك راح الجامع. الله يبارك. قالت فلم اشعر احتضنته وقبلته على راسه ودعوت له بالخير. سبب كيفاش نعديو بعضنا في الخير، والصبر يا زوجات ما تقلقوش ما تسرعوش ما تخمو، زيدوا الصبر. انا عارف اني نقول للزوجات لان الكثير من الزوجات ربما يفقدن الصبر، ايها الزوج الكريم ايضا عليك ان تصبر الصبر لكن لوجه الله. لما الطاعة ديرها اسمع معايا انا صليت ما صليت ولا هذه تولي تنافس، نقولوا نعاودوا نرجعوا للزوخ هذيك والعجب. خليك مع الله فقط، ادعو الله باخلاص في قلبك يا رب اهديه يا رب اهديها، هو سيرى ذلك في ملمح الوجه في المعامله في الاخلاق. صح. سيستصغر الانسان نفسه امام شريك حياته وقريب من الله اكثر منه. اذا قد افقدك في الاخره، قادر يديني واحد اخر ماشي. صح. يعني صح هذه صح. من بين الأمثلة التي ضربها أستاذ علي. والله يعني حبيت نحييه الأخ هذا طيب. الله ربي يقدره على الخير إن شاء الله. نقولوا دائما نقولوا دائما أن المحبة ما بين المسلمين هي أوجبها رب العالمين. إنما المؤمنون إخوة، هذا المنطلق، نحبوا بعضنا بعض ونصبروا على بعضنا بعض ونعاونوا بعضنا بعض لأن ربنا أمر بالتعاون وتعاونوا على البر والتقوى. عبودوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، يعني امر هذا التعاون وامر الخير. نعم. فنسال الله تبارك وتعالى ان يبارك لهذه الامه ويبارك في الامه نتاعنا وفي الشعب نتاعنا وبلادنا ويحفظها من كل سوء ان شاء الله. امين يا رب العالمين. في الامثله اللي ذكرتوها وهذه كلها بركه رمضان وبركه العمل الخيري كذلك، التقرب الى الله سبحانه وتعالى بمختلف القربات في نفع الاخرين وفي خدمه عيال الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي كل من يساهم في هذه الأمور وأن يبارك لنا في لحظات هذا الشهر الكريم المبارك وأن يعظم لنا فيه الأجر بحول الله سبحانه وتعالى وأن يكثر لنا فيه من الجوائز والفتوحات. على ذكر الجوائز نتوقف مع الميسر الذي يقدم لنا أستاذ محمد بوزيان عن رمضان وجائزة الله فيه، نتابع ثم لنا عودة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله عليكم سلام الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة متقلبكم ومثواكم. رمضان وجائزة الله، رمضان والبشائر لعلكم تتقون، رمضان وبشائر الملائكة لعباد الله في الطرقات يوم العيد. بالأمس القريب أيها الأحبة كنا نستعد ونعد ونتهيأ وننتظر على أحر من الجمر قدوم شهر الصيام، شهر القرآن، شهر الفضيلة، شهر الخير. واليوم أيها الأحبة يتهيأ الشهر للرحيل عنا،
يا لسعادة المغتنمين الذين اغتنموا هذا الشهر، يا لسعادة الطائعين، يا لسعادة المشمرين، ويا لحسرة وندامة المقصرين المفرطين. الكل أيها الأحبة، في ختام هذا الشهر اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. إنما الأعمال بالخواتيم، جميعنا في هذه الخواتيم، في خواتيم أيام رمضان، يتساءل لسان حالنا، هل قبلت منا عبادتنا؟ هل قبل منا ربي سبحانه عز وجل الصلاة؟ هل قبل منا الصيام؟ هل قبل منا القيام؟ هل قبل منا الكلمة الطيبة، الإنفاق، الصدقات، تلاوة القرآن الكريم؟ أم ردت على وجوهنا والعياذ بالله؟ الكل ينتظر يوم العيد جائزة الصيام، الكل ينتظر بشرى الملائكة في الطرقات يوم العيد، الكل يتمنى وينتظر ويطمح إلى رحمة الله، إلى مغفرة الله، إلى عفو الله، إلى عتق رقابنا من النار أو عن النار. أيها الأحبة، من أعظم ما نسأل الله سبحانه عز وجل في هذه اللحظة أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا وأبنائنا وبناتنا وأحبتنا وأصهارنا وكل من له الحق علينا ولنا الحق عليه، أن يعتق رقابنا، أن يغفر لنا ذنوبنا، أن يعفو عنا، أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، يا من جاهدتم أنفسكم في هذه الليالي وفي هذه الأيام صياما وقياما وتضرعا وتلاوة، يا من قضيتم هذه الليالي بالسهرات إلى جنب الله في طاعته وعبادته، هل تغيرت سلوكاتنا؟ هل تغيرت أخلاقنا؟ رمضان من أجل التغيير. هل تغيرت سلوكاتنا؟ هل نجد من أنفسنا أن تغيرنا فعلا وتعدلت سلوكاتنا وأخلاقنا؟ فإن كان كذلك فلنحمد الله سبحانه عز وجل ولنشكره، ولا نخيب ظن الله فينا أنه تقبل منا، ولنحسن الظن بالله سبحانه عز وجل، لئن شكرتم لأزيدنكم. وإن كان العكس أيها الأحبة، نسأل الله سبحانه عز وجل السلامة، علينا أن نلح على الله أن يتقبل منا، فإن كنا من الطائفة الأولى نلح ونتضرع أن يقبل منا ربي سبحانه عز وجل طاعتنا، ولنكمل العدة نتاعنا بإخراج زكاة الفطر زكاتنا، ولنكمل العدة بالتكبير من ليلة العيد، ولنعلم أن لكل بداية نهاية. ماذا نستخلص من هذا الشهر؟ أن لكل بداية نهاية، وأوقات الخير وجيزة وتمر سريعة، من لطائف مواسم الخير أنها تمر بسرعة. نستخلص ولنعلم أن كل ضيف لا بد له من رحيل، وهذا الضيف قد يرحل وراه راحل عنا، ولنستحضر البقاء لله سبحانه عز وجل ولأعمالنا في صحائفنا غدا يوم القيامة، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ولنعلم أيها الأحبة أن الله من صفاته الحلم، ربنا سبحانه عز وجل حليم كريم ودود عفو غفور، يغفر الذنب، يعتق الرقاب، خاصة في نهاية هذا الشهر الكريم، هذا فضلا منه وتكرما منه. نستخلص كذلك أيها الأحبة أن الأعمال بالخواتيم، وعلامات قبول العمل إتباع هذه الأعمال بالحسنة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، ويقول ربي إن الحسنات يذهبن السيئات. ونستخلص كذلك قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في إتباع الحسنة لمحو السيئة، نتبع السيئة بالحسنة حتى تمحوها، قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان
وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. نستخلص أن الله سبحانه وعز وجل يحب التوابين من عباده ويحب المتطهرين الأوابين إليه سبحانه وعز وجل. قال أحد الشعراء: ترحل الشهر ولهفاه وانصرم، واختص بالفوز في الجنان من خدم، من فاته الزرع في وقت البذر فما تراه يحصد إلا الهم والندم، طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره وبحبل الله معتصما. سلام عليك يا شهر الصيام، سلام عليك يا شهر القيام، سلام عليك يا شهر الغفران، سلام عليك يا شهر القرآن والفضيلة والبركة، سلام عليك يا شهر الصيام، سلام عليك يوم ولدت، وسلام عليك يوم أقمت بيننا، وسلام عليك يوم انصرمت ورحلت عنا. لنحاسب أنفسنا أيها الأحبة، هل اغتنمنا؟ هل استقامت أحوالنا، أخلاقنا، سلوكاتنا، وازدادت رغبة في الخير وابتعادا عن الشر؟ فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وليبادر باستدراك ما فاته. إن الله غفور رحيم، إن الله تواب رحيم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من تاب من ذنب كامل لا ذنب له، من تاب من ذنب كامل لا ذنب له. وأختم هذه الكلمة أحبتي في الله: يا مسلمون، يا صائمون، يا طائعون، وفقكم الله وتقبل الله منا ومنكم بهذه الآية الكريمة، يحثنا فيها المولى تبارك وتعالى ألا نفك غزلنا بعد أن أجهدنا أنفسنا في تركيبه وغزله. قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به، وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، واحشرنا في زمرة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أطل أعمارنا إلى رمضان القادم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأقوال لا يهدي إليها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عيدكم مبارك يا مسلمون، عيدكم مبارك يا مسلمون، عيدكم مبارك يا مسلمون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر، وعيد الفطر هو يوم الجائزة. وكان حديث لأستاذنا محمد بوزيان عن الجائزة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نبلغها، وأن نبلغها كذلك برحمة الله سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا في هذه الأيام المباركات ونحن على مقربة من العشر الأواخر من شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا ينسلخ إلا وقد غفر الله لنا
فيه لنا ولكم ولأمواتنا ولأموات المسلمين. آمين يا رب العالمين. أتواصل معكم مشاهدينا الأفاضل من خلال هذه المباشرة وحصائم ربطا على ما كان يتحدث به وعنه وعليه أستاذنا أستاذ محمد بوسيان عن الفطر ويوم الجائزة إلى غير ذلك. حديث عن زكاة الفطر التي بشر العمل في جمعها من خلال صندوق الزكاة أستاذنا أستاذ كمال. جيد. حديث المعروف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما روى قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير إلى غير آخر الحديث على كل ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين. طبعا هي زكاة الفطر فريضة أو واجبة، كما نقول واجبة، واجبة على أي إنسان، ما هي السنة، فهي مفروضة من أجل رمضان، سميت من رمضان وسميت زكاة الفطر. الفطر على جل الفطور، كين فطرون في العيد، علاش نزكيو على أساس أن هذه الزكاة ستذهب إلى فقير، إنها طعمة للمساكين، وأيضا هي تطهير طهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة لهم من اللغو والرفث، والبقية هي صدقة عنه، البقي الذين لم يستطيعوا أو لم يقدروا الذين يطيقونه. طبعا صدقة الفطر هي واجبة كما ذكرنا، ونعرف أن صدقة الفطر تتغير، يعني قيمتها تتغير من زمان إلى زمان، تتغير على حسب المعطيات، تتغير على حسب قوت البلد، قوت البلد ما مقداره، شحال يسوى. احنا نعرفوا باللي صاع من تمر أو صاع من شعير وقس على ذلك القمح، لكن هذا التمر في مكان ما يعد قوتا، في مكان آخر وما يعد فاكهة أو من التفكهات، قد تختلف. هناك بعض البلدان ما تتخذ الأرز هو مثلا غالب قوتها. جيد. إذا نظرنا إلى غالب ربما في النرويج وفنلندا السمك سمك غالب قوتها. ما شاء الله، ما لا موريتانيا لازم تدخل معهم فيها سمك كثير أيضا. جيد. فيعني غالب القوت صاع، صاع فيها أربعة أمداد، قال لك متوسط الحفنة بكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يقدروها يعني نلقاو بأنها أربعة أمداد تساوي صاع، أربعة أمداد أنت حب يقول زوج كيلو، كل كف برطل، زوج رطال كيلو، أربعة زوج كيلو، زوج كيلو تحسبها أنت من غالب القوت. غالب قوتنا، ولما نشوفوا إحنا السميد الذي يستعمل في الخبز، يستعمل في أشياء كثيرة، غالب القوت هذا الذي نتخذه مطعما لنا، لما تحسب تلقاها طيح 3000 رطل، 3000 يساوي، إذا حسبت صاع حب يقول أربع أمداد، أربع مرات تولي 12000. إذا الكيلو ما دام يكون 6000 معناتها رطل 3000، إذا زوج كيلو راح تكون 12000. ولهذا ما هو مقرر في المنشور الخاص بوزارة الشؤون الدينية والقاف، والذي وزع على سائر المديريات وأيضا إلى المساجد، على أساس أن زكاة الفطر لهذا العام راهي طلعت، لأن عندها علاقة، ماشي يزادوا لها، بعض الناس يقول لك يزيدوا لها، شكون هو يزيد يا جماعة؟ راهو احنا ما راناش نحصدوا، ما راناش نزرعوا الحبة حتى هذيك حبة وما يشتعل، رانا نسلفوها، فنهار نزرعوا احنا راهي تولي وحدة تهبط، ما لازم نشمر على ذراعتنا باش تهبط. ف 120 دينار، واش معناتها 120؟ قال أنا مثلا أني متزوج وعندي ذراري، واش ندير؟ نحسب نفسي ونحسب شكون اللي واجب عليا ننفق عليهم. قال انا واحد، هاي 12000، تحسب الزوجه هاي 24000، وهكذا حسب عدد الاولاد، احسب عدد الرؤوس وضربها في 120 دينار، طيح لك شحال تخرج الان. هل نزكي عمن لا تجب نفقه؟ اذا كان واحد ما عندوش حب يتعاون اللهم بارك، اذا كان عنده هو يخرج. نصيحتي للشباب، واني نضحك عليكم كي تجوني راني نضحك، ما نحبش تصرف، ما نحبش واحد يجيني يقول لي معليش بابا يخرج عليا، نقولوا بو عليك كما يقولوا، عيب، ما انت قولوا بابا انا راح نخرج، تزوج وراك بالذريه وراك ما شاء الله وربي يبارك لك، وصلت الى مرحله ما تقولش لا بابا تسمى موالف ويخرج عليا، ويقول لا سمعوا ريحه، كاين اللي يدير هكذا يقول لك والله ريحه انا اللي نخرجها كاع. فنقولوا لا، ما دام انت تزوجت خرج على نفسك، تذوق طعم زكاة الفطرة، فيه واحد اللذة، لأنها طهرة لصومك، عنك وعن زوجتك وعن الذين لا تجب عليك نفقتهم، أعطي لهم إذا كانوا فقراء، وإذا لم يكونوا فقراء كل واحد يخرج. لكن شكون اللي واجب عليه؟ مش شكون أعطوها له؟ اللي واجب عليه الذي له قوت يومه، وهذه نقدر نقول الشعب الجزائري
اكثر من ما نقولش نسبه مئويه، لان راح ندخل في اشياء اهل الاختصاص هم اللي يتكلموا عليها، لكن نقول الاغلب الاغلب غالبيه الساحقه يستطيع ان يخرج زكاه الفطر على اساس انه ما عندوش قوت يومه، والذي ليس له قوت يومه غدا وعشاء فقط، ما دام عنده قال لك يخرجها. اذا الغالبيه سيخرجون، تخرج للفقير. شكون الفقير اللي ما عندوش؟ هذا الفقير يجوز لك هذيك ال 120,000، ما نظنش كاين واحد قلت لك 120,000 12,000 يبدا يقسم 12,000 بال 2000 ويمد للاسر، ما كاش منها، لكنها جائزه. ويجوز ان نجمع عده زكوات لعائله واحده، شخص واحد عائله واحده، وما افضل هذه التعاملات. لكن انصح انصح يا جماعه، الله يفتح عليك، كاين صناديق في المسجد وتقدروا تخرجوها من دركة. هذا الاخراج لا يسمى اخراجا شرعيا، يسمى وكاله. انا خويا علي بونا بندير فيه ثقه، قال اني جايب لك 60 عائله نتاع زكاه الفطر، خليهم عندك وانت وزعهم. هو واش يدير؟ قول لهم في ليله الفطر بارك الله فيك، يومين قبل العيد او في ليله الفطر، وراح يخرجهم وفق السنه. ولهذا اطمئنوا يا جماعه، انا البارح تكلمت على الموضوع، خرجوا ضعوها في الصناديق كوكاله، والناس اهل المسجد يعرفوا الفقراء. دوك انت تمد لخوك الاخر، مد وليد اختو الاخر، مد لخالته الاخر، مد ممكن تدخل فيها حتى معرفه، ويمكن تدخل فيها سكر كلاسي ونولو في اللوز والجوز وخدم الحلوى وتشارك والعريان. كاين اللي ربما يقول لك لا 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 استاذنا، انا نقول لك الاقربون اولى بالمعروف. الاقربون اولى بالمعروف اذا كان ذلك المعروف وضع في محله. بمعنى انه لو مثلا انا عندي ابن خالتي مثلا واعرف انه فقير. نعم نعم. يعني اين توضع؟ فقير. فقره يحتاج الى امور اساسيه. إذا هذا فقير غير في العيد، فقير على سائر أيام السنة. أكيد. إذا لما تعطي له شيء يتغذى به ويشد له بزاف يفرح، يقول لك أنا هذا واش أنا محتاج، نقصتوا عليا المصاريف. لكن أن تعطى لعائلة باش نديروا حلويات، أنا أقول هذه من الكلماليات، ماهيش حرام. صح صح ماشي حرام. أنا حاشا باش نقول حرام، وعندنا مفتين رانا نتبعوهم ونسمعوهم، وحنا واش يقولوا هما رانا نتبعوا واش يقولوا ثاني ما شاء الله. ولهذا يعني هذه مجمل أحكام زكاة الفطر. الله يجازيك الله يجازيك، ربي قدرنا إن شاء الله. ربي يبلغنا ان شاء الله، نكون من اهل الجائزه ان شاء الله في هذا اليوم المبارك ان شاء الله، وان يبارك لنا في هذه الاوقات وفي العشر الاواخر ان شاء الله من شهر رمضان، وان نغتنمها ان شاء الله، وان نصادف ليله القدر بحول الله سبحانه وتعالى. اذا مشاهدينا الافاضل، نتوقف مع هذه الفقره اذكروني اذكركم، نتواصل فيها بعدها معكم بحول الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، صدق الله العظيم. الدعاء سهام الليل يطلقها الراكعون الساجدون، والدعاء حبل ممدود بين السماء والأرض، يعرفه حق المعرفة المؤمنون الخاشعون، هو الربح للمخلصين والتجارة الرابحة الذي يستوي فيه الفقراء والأغنياء، لكن عظم الربح يكون على قدر حضور القلب وانطراحه بين يدي الله عز وجل. خزائن الله ملأى، يده سخاء تنفق في الليل والنهار، وملكه لا ينقص. جاء في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم
قاموا في صعيد واحد فسألوني، فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والدعاء صفة الملائكة عليهم السلام، لأن أهم وظائفهم التسبيح والاستغفار والدعاء للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. صدق الله العظيم. الدعاء صفة الرسل عليهم السلام جميعا. دعا آدم عليه السلام أن يغفر ذنبه فغفر له، ودعا نوح عليه السلام أن ينصره الله فقال إني مغلوب فانتصر، فنصره الله على قومه وأهلكهم بالطوفان. ودعا إبراهيم عليه السلام حين أضرمت عليه النيران فقال حسبي الله ونعم الوكيل، فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ودعا يونس عليه السلام ربه لما ابتلعه الحوت فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق الله العظيم. فاستجاب الله دعاءه ونجاه من الغم، وكذلك ينجي المؤمنين. ودعا سليمان عليه السلام فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد، فأتاه الله ما طلب. ودعا موسى عليه السلام عندما أدركه فرعون وقومه فاستجاب الله له وفلق البحر له وأغرق فرعون وقومه. ودعا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في مواقف عديدة فاستجاب الله دعاءه وأظهر أمره ونصره على القوم الكافرين. وقد ذكر الله ذلك في قصة الهجرة ومعركة بدر ويوم الأحزاب وغيرها. الدعاء صفة المؤمنين الخاشعين والأولياء المتقين، يدعون ربهم ليل نهار فيتحقق مطلوبهم وينالون مرغوبهم، ويفرج الله همومهم وينفس مكروبهم، وهم بذلك يتقربون إلى الله ويتعبدون بالدعاء، فهو سلاحهم وهو سلوتهم في خلوتهم، لأنهم يعلمون فضل الله عليهم ويعلمون حاجاتهم إلى خالقهم وضعف أحوالهم وتمام غنى خالقهم ورازقهم، فهم لا يستغنون عن ربهم طرفة عين. قال صلى الله عليه وسلم موجها أصحابه لما سمعهم يرفعون أصواتهم بالدعاء أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. صدقت يا رسول الله. ويتحرى المسلم لدعائه الأحوال المفضلة مثل السجود وحال السفر وحال الاضطرار، وكذلك يتحرى الأماكن الفاضلة مثل الكعبة وفي مجالس العلم والمساجد وغيرها.
ويتحرى المؤمن لدعائه أوقات الإجابة مثل أوقات السحر ويوم الجمعة وبين الأذان والإقامة وليلة القدر ويوم عرفة وشهر رمضان والعشر من ذي الحجة. اللهم أصلح لنا شأننا كله، والطف بنا وتجاوز عنا، واغفر لنا ولوالدينا. اللهم استر عوراتنا، وأمن روعاتنا، وارفع درجاتنا، وأدخلنا الجنة بغير حساب. اللهم إنا نسألك مرافقة الحبيب المصطفى بالجنة. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك لسوء ما عندنا يا كريم يا حليم يا أرحم الراحمين يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. تحية متجددة إليكم مشاهدينا الأفاضل من هذا المباشر، نستمر فيه معكم إلى غاية الرابعة والنصف بحول الله سبحانه وتعالى. رواح صائم من قناة القرآن الكريم، قناة الخامسة للتلفزيون الجزائري. سنستقبل بعد حين أخونا بلال توتي، وهو ناشط جمعوي وفاعل الخير، هو ومجموعة من الشباب سيحضر معنا للحديث في ركن اليد العليا عن المبادرات الخيرية في شهر رمضان. إذا نستقبل بلال توتي بعد هذا الفاصل. إذا أخونا بلال توتي، مرحبا بك. الله يسلمك، شكرا، بارك الله فيك. الله يسلمك، شكرا، بارك الله فيك على الدعوة. مساء الخير أخ أمين، مساء الخير كل من أساتذتنا الأفاضل، الله يجزيك، وكل مشاهدينا الكرام، الله يحفظك، ورمضان مبارك، وان شاء الله كما نقولوا نجوزوا لحظات ممتعه ان شاء الله، الجلسه الطيبه ان شاء الله. ودائما الفائده في فعل الخير وفي الدلاله على الخير، كذلك الدال على الخير كفاعله. من خلال هذه الفقره نعرف المشاهد الكريم بجهود الفاعلين في هذا الحقل، خصوصا ونحن في شهر رمضان، شهر التكافل الاجتماعي وشهر الخير، وشهر الذي يبذل فيه الجزائري كل ما بوسعه لبلوغ هذه الغاية في خدمة الآخرين. خونا بلال، ربما نحن في المنتصف من شهر رمضان، كيف تقيم ربما أنتم كمجموعة وكجمعية لفعل الخير، كيف تقيم حركتكم في هذا العام، وبعض الفاعلين كذلك ربما اللي تنسقوا معهم انتم من حين الى اخر؟ نعم بالطبع، لكل حجم سنة بخير، معروفة بالنشاطات المتنوعة. الحمد لله هذا العام اللي كانت عندنا ضغوطات كثيرة، اللي كانت عندنا نشاطات كثيرة اللي ما حبسناش، حتى انا كما قلت ديت عطلة باش نكون موفق للعمل، ديت عطلة من العمل باش نكون موفق وبتفرغ للعمل الخيري. وحنا كما ما عندناش اللي نقول لك ما عندناش خبره كبيره، اللي درنا نشاطات اللي كما مائده رمضان اللي ما عندناش السنه الاولى اللي قمنا بها، العام الاول اللي درناها، العام الاول اللي درناها اللي جاتنا صعيبه، ما كانش عندنا خبره كبيره فيها. الحمد لله، وكان التوفيق من ربي سبحانه، بفضل مجهودات الاعضاء، بفضل مجهودات كما انسان كيكون حب يقدر يوصل يقصر يحقق هدف يحققه. الحمد لله، حنا رانا في العدد التنازلي من شهر رمضان الفاضل، وكما يقولوا رانا في امين ان شاء الله. عندنا نشاطات اللي نتواصلوا فيها حتى لنهايه شهر رمضان الفاضل، مثل تقديم وجبه السحور، تقديم الماء والتمر 10 دقائق اللي تكلمنا عليها من قبل في هذه الحصه، لتقديم الماء والتمر 10 دقائق قبل الاذان. الاسبوع القادم اللي راح ندير ما عندنا مائده الافطار اللي نقوم بها يوميا، الاسبوع القادم راح نكون عيد الام، لحتى انك حنكونوا تكريم امهات الاعضاء
اللي كانوا دور فعال في الجمعيه اللي كانوا معاونين حتى هم يساهموا ربما في تحضير الوجبه السحور اللي كان كل من ذا كانت طيب ام عضو معنا من ذاك ام تاي كل اخطر من الدوله ما تعطونهمش ورده برك وتقول لهم شي ورده برك شوف الام بك كي تكون تجيبها هكا وتكون في وسط تشوف ولا تشوف بنتها ولا وليدها مع من راهو شوف المجموعه صح. من راهو هذاك هو هذاك هذيك الحاجه المليحه كامل وحنا ثانيك نكرموها وليدها صح حنا ثانيك نكرموها ونفرحوا معها بلي شوفي بنتكم راهي اللي تقاسمت مع الناس فقراء اللي بدلت خلات وقتها خلات عملها تاع البيت خلات وقتها خلات بالك حتى قرايتها اللي تفرغات والمساكين تفرغات والارامل تفرغات باش تعاون الناس والحمد لله الحمد لله عندنا كما نقولوا احنا نبداو نوجدوا ثانيك ملابس العيد ان شاء الله اللي هي ملابس العيد اللي عندنا ثانيك عندنا اكثر من 200 طفل اللي راهو يستنى فينا ان شاء الله ان شاء الله ربي كما نقولوا احنا ثانيك متعودين نستناو محسنين اللي يعاونونا ان شاء الله ما نقطعوش ليا جمعيه سنه بخير توجور متعوده بهاد النشاطات وربي يوفقنا ان شاء الله يا رب ان شاء الله ربي يقدركم ان شاء الله امين ان شاء الله استاذ علي ربما الكثير من يحضر معنا من في هذا الركن حتى من يتصلون الى غير ذلك لاحظوا انه الخير عميم في هذا البلد ويشمل كل الفئات فيهم شباب فيهم شيوخ فيهم يعني حتى صغار السن ومراهقين الى غير ذلك وفيه كذلك امر يطبع هذا العمل وربما انت تصحح لنا او تضيف لنا معلومات اخرى انه فيه في كل مجموعه او في كل جمعيه فيه تميز بمعنى انه فيه من ينتبه ربما الى خدمه الارمله، فيه من ينتبه الى خدمه العجزة، فيه من ينتبه الى تقديم وجبه سحور لمن هم في العراء الى غير ذلك، بمعنى انه الخير على عمومه وفيه في كل مره تميز لمجموعه معينه. والله يا اخوي الامين لما نتكلم على العمل الخيري وبما يتميز في وطننا الحبيب نقول اولا عدد الجمعيات الكثيره جدا والحمد لله هذه ميزه لم تكن موجوده من قبل. الان النقطه الثانيه وهي عدد المنخرطين في الجمعيه من الشباب عدد يعني ارقام رائعه جدا اذا اضفنا لها المجموعات الغير منظمه يعني غير الجمعيات فاجد ان نقول لك يعني ربما قدر مليون شاب راه متطوع نقدر نقول لك الاف الجمعيات راهي موجوده والان الجمعيات معظمها راهي جمعيات فعاله مثل خونا شراه يتكلم الان في العاصمه او في الشرق او في الغرب او في الجنوب. رمضان نسبه العطاء المادي ونسبه العطاء المعنوي ونسبه الحركه الخيري على مستوى التراب الوطني يصل الى مراتب عليا كثيره جدا والشيء الجميل ان الجمعيات اصبحت تبتكر نقدر نقول سلوكات خيريه جديده صح وهذه الحاجه الجميله جدا يعني اصبحت تريد ان تتميز عن باقي الجمعيات بمشاريع كلاسيكيه قديمه وانما تريد ان تاتي بمشاريع جديده بشعارات جديده بسلوكات جديده باسماء جديده وهذا ما نراه على مستوى التراب الوطني ان دل على شيء فانما يدل قلناها كم من مره في اليد العليا اننا في العمل الخيري بدانا نخرج من المخاض الخيري بمعنى هناك زخم من الجمعيات والشباب وعمل ربما كلاسيكي تقريبا نفس فوتوكوبي كوبي كولي اما الان بدانا نخرج من هذا الزخم بمشاريع يعني جميله جدا لهذا عبر قناتنا الطيبه نقول للشباب تاعنا لابد ان نفكر ولا بد ان نبدع صح. لابد ان نضع مجموعه من الافكار ثم مجموعه من الاليات ثم نستنبط جمله من المشاريع الواقعيه ولكن بطريقه معاصره بطريقه جديده تجعل بلادنا وتجعل كل الجمعيات الخيريه في بلادنا تتميز عن باقي الجمعيات. نقطه اخرى واش نقول؟ نقول للموفقين والحمد لله ايضا العمل الخيري يزيد والانفاق في بلادنا في الشهر العظيم هذا يعني راه ربما اخونا يوافقني في هذا السياق ان الانفاق الخيري راه ما شاء الله صح. لهذا نقول للموفقين هذه الاموال في هذا الشهر العظيم زيدوا شويه وخاصه في العشر الاواخر عندها كونتور كما يقول الشيخ كمال كونتور سبيسيال عندها اجر سبيسيال صح. وكان يحبها النبي يحبس يبقى تاع ربي كنت تعملنا تعملنا ولها ميزه كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود ما يكون في رمضان وكان اكثر عملا في علاقته بربه في العشر الاواخر لهذا ندأنا عبر قناتنا الطيبه اننا نزيد ننفق
وننفق وننفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة. يقول ابن خزيمة على سيدنا مرثد قال لما قرأ هذا الحديث فأينما ذهب وحل حتى إذا دخل المسجد كان يجيب معاه إما الدراهم وإما قمح وإما خيلمين البصل. فقيل له يا رجل بصرك تجيبه داخل المسجد ينتن ثيابك، فكان يقول ما وجدت شيء أتصدق فيه في بيتي إلا هذه البصلة، هذه البصلة فأتيت بها لأتصدق بها. فلنكن مثل سيدنا مرثد على العمل ليظلوا يوم القيامة. نعم صح. بارك الله فيك. الله يجعلنا ممن نعم بالطبع على كل حال نكون نقدموا اي نشاط خيري على سبيل المثال نقدموا المؤتمر نلقاو الناس تجي راح الجامع وقت المغرب يجي واحد يحب يعاون يحب يمد ولا يمد قرعامه يمد حبه تمر يفطر صائم نشوفوا بلي الناس تتنافس على الاعمال الخيريه والحمد لله احنا الثقافه ولا هذه ثقافه العمل التطوعي ولا العمل الخيري هو على كل حال ليس بفعل الانسان فقط هو كما نقول بعباده وليس بفعل الانسان ولكن انا نشوف بلي شباب الجزائري شباب واعي محب للعمل الخيري. فيه نقطه اخرى اخونا بلال على التمييز هذا ربما لو لم يكن من الشباب ما يكونش ربما وربما استاذنا علي من بعد يصح لنا المعلومه او يثبتها لنا انه الشباب اللي فيهم طبيعه الابتكار بمعنى انه هذا التمييز هذا ما كناش نشاهدوه ونشوفوه لو ما كانش هذا الجيل هذا اقحم نفسه في العمل الخيري. الحمد لله هذه كانت غايبة علينا بسنوات كثيرة، كانت غايبة كما يقولوا الجمعيات اللي كانوا ما عندهمش ما كانوش فعالين في الأرض الواقع ما كانوش، كانوا جمعيات كانوا كما تروح تلقى بالك مئات الجمعيات من فعالين في أرض الواقع اللي ما كانوش، والحمد لله كما كان شباب طلبة عمال اللي تفرغوا من وقتهم تفرغوا اللي يسبلوا نفسهم باش يقدموا باش يكونوا يعاونوا الآخر والحمد لله يكونوا فاعلي خير. استاذ كمال تفضل. مهمة جدا هي كلما زاد الأمن تحررت الجمعيات الحمد لله. الوقت الماضي ربما لو كان نشوفه مع جمعيات قديمة كان توجه المال وتسيير المال وخاصة في المساجد الجمعيات الدينية أين يذهب المال كانت الأحوال شوية. الحمد لله ربي رزقنا بهذا الأمن، فنسأل الله عز وجل أن يزيد لأن صحيح. أطعمهم من جوع وأمنهم، فإطعام هذا الجائع مرتبط أيضا بالأمن هذا الذي نعيشه، فنسأل الله عز وجل أن يدوم يا رب. كمان معذرة كاين حاجة تعلمناها في العمل الخيري كلامك صواب يعني أن الحرية الحريات تساوي في العمل الخيري الإبداع، كلما كانت هناك حريات كلما الشباب نتاعنا ابدع وارتقى في هذا السلوك الخير الى افكار نراها سبحان الله احيانا نتعجب. شوف مثلا تروح في عابر السبيل يقول لك كاتب اخي لك اجر الصيام فلا تحرمنا اجر سبحان الله كيف تجميلة تخليك بلاجة تكتحي بس خاصة تحس روحك انت كذلك راح تمد حاجة الصبح نعم يعني انت اللي راح تفطر عندهم راح تمد لهم حاجة اللي هي حاجة حرجك يقول كيف الله اعطاني ولا اعطيش انا ولا غرنا بارك الله فيك بشرط نعاود نقولوا ما يقولوش الا كاين ثوم الله يجازيك. نعم حبيت نوصل الكلمة برك شغل كاين الناس اللي يقول لك بالك الجمعيه يقول باللي الجمعيه خيريه ولا اي جمعيه اللي باش يتواصل فيها ولا يقوم بالنشاطات اللي يتعمدوا كثيرا على المال يتعامل كثير يقول لك باللي لازم اي نشاط نقوموا به لازم يكون دراهم لازم. احنا جمعيه سنه بخير تاسست يوم 19 مارس 2017 كان مصادف بيوم عيد النصر الله يبارك حتى 2019 باش تحصلت على اعانه قمنا في السنتين قمنا اكثر من 200 نشاط الحمد لله كان توفيق من عند ربي سبحانه اللي كان هالنشاط تاعنا معظمها كان تجاوب مع محسنين كان باجتهاد الاعضاء كان كما عندنا نشاطات كثيره اللي ما تطلبش اموال كان مثل تنظيف المساجد حمل التبرع بالدم تقديم دروس خصوصيه مجانا كاين نشاطات اللي ما تطلبناش اموال كاين نشاطات تقوم بها كثيره تقول لك بلي احنا نقدموا 250 وجبات لوجبات ساخنه للاشخاص بدون مأوى خذ 250 وجبه والله راهي عرس راهي ملايين ولا هي ما تكلفناش كثير كاين تجاوب كثير مع حسين واحد يجيب الماء وحدي الاعمار اللي معكم انا وليت انا هو يمين تفضل تفضل وليت يمين مرحبا بك يعني نسبه الاعمار كامل صغار هكذا في اعماركم هكذا شباب وشابات انا الكبير
الله يبارك. انا كبير، انا في عمري 33 سنه. الله يبارك فيك. ما شاء الله. انا لاحظت بانك يكونوا صغار. انا شفت هضرت مع واحد يخدم في سوبيرات كما يقولوا، محل تاع بيع الموت غذايا، يقول لي انا كي نشوف شباب كيما هكذا ويجي يحطوا السلل ويهضر معايا ونشوف شباب، قال لك نحس بواحد الفرحه في قلبي. هذا ولا اللي يتعاطى مخدرات، هذا ولا اللي راهو يسرق، يقول لك ولا غير ماذا بيا نبذل لهم اكثر، خاصة لما يلبسوا هذوك الصدريات اللي جايين هذوك. ما شاء الله. بصح انا راه منظر جميل يعني. بارك الله فيك. بصح نزيد نضيف لك حاجة، احنا جمعيتنا بخير. انا اللي تعطى المخدرات نجيبه يدير معايا الخير. الله الله. انا اللي تعطى المخدرات نمزجوا معايا. ما شاء الله. احنا الحمد لله كما نقولوا، انا هذا كيشوفني ندير الخير. كاين الناس باللي انا نقول لك باللي بالك ما يصليوش، بالك يدخلوا ينظفوا مسجد، اباك يكون في ارتياحيه، يدخل للدار يقول انا نظفت مسجد، حملت نقيت 100 مصحف، ابا باللي هو ماك هو مع روحه مع نفسوش يقول حيكون مرتاح. راح يكون مرتاح، يتعود على هذا. هما هذاك واش يقول لك باللي هذو معلاش يصلوا، انا ندخل نصلي معاهم، حنا واش نديروا لهم؟ نتلاقاو في تنظيف المسجد، حنا نطفوا بالخميس، خميس في الليل. حنا نقول ندير لهم موعد، انا ندير لهم توجر موعد قبل العشاء، نصليو جماعه مع المصلين لصلاه العشاء تما ونبداو نبادروا. هما بصفه عليهم حيولي يصلي، حيولي يحشم، حيولي يشوف الاعضاء يشوفهم يصليو، حيمشي في هذيك الطريقه. مي انا اللي نبقى نقول له انت تعطى المخدرات نزيد نكمل عليها ونزيد كذا، هذا ماهوش حل. تقصير ما نقصيوش، حنا نزيدو نمجدوها معنا. صح صح، الله يبارك. ما شاء الله عندهم حسنات كبيره. تميز تميز، الامور اللي ينتبهوا ليها سبحان الله. ربي اجركم ان شاء الله. امين ان شاء الله. شكرا على حضورك. الله يسلمك. شكرا لكم ان شاء الله. معلومات وكانت دردشه خفيفه ومفيده ان شاء الله. ان شاء الله. الاستاذ كمال عجبه الحال. اني والله عجبني. لانه اسمه قريب لاسمك. حتى حتى سنابل الخير. الله يبارك. ما شاء الله. عجبوني كما راك تحكي استاذنا، خصوصا الشباب كما قلتها ومقبلين على العمل الخيري. ربي يقدر لكم. امين ان شاء الله يا ربي. امين. ربي اجركم. اللهم ان شاء الله فرصه اخرى ومشاريع اخرى. ان شاء الله عندنا عده مشاريع ان شاء الله نقوم بها مر رمضان ان شاء الله. انجازات اخرى. مام تانيك حنلغيو كما يقولوا رانا كما يقولوا قفه رمضان اللي حنحبسوها ثاني، حتكون حيكون فيها مشروع واحد اخر اللي حنعينوا فيه الناس. كي انا تجي لي يجي لي ارمله ولا نمد لها قفه رمضان، حنا نقولوا تخلص قفه هذيك، تخلص في 15 يوم في 20 يوم. حنا عوضونا نقولها بلي نجيبوا لك ماشينه تاع خياطه، حنا نسوقوا لك المنتج تاعك، حنا نعاونوها باش تبيع المنتوج تاعها، ما تبقاش ما تبقاش كانها تخلق شركه مصغره ان شاء الله. ان شاء الله عندنا مشروع كبير ان شاء الله حنقوموا به مع اللي تكون دعمنا فيه بلديه محمد بن الوزداد، اللي يكون مشروع ان شاء الله يكون ربي وفقنا فيه. انا شفت رئيسها قبل يومين، يعني انسان طيب محباب للخير. انا اول مره نتلاقي به، يعني الطاقه عجيبه استاذ. ربي يبارك فيك. شاب هو ثاني شاب. شاب الله يبارك. ما شاء الله. شفت مره محظوظين جمعيه ريم جدا جدا. ما شاء الله ما شاء الله. حتى ربما الكلام او اللغه مشتركه ما شاء الله، يعني يفهمك يقراك في عينيك. بارك هذا هو الشيء الجميل. الله يبارك. ما شاء الله. خونا بلال الله يحفظك. اللهم امين. سلمنا على كل اعضاء الجمعيه ان شاء الله. على كل السنابل. على كل السنابل. على كل السنابل وكل الحبات اللي فيها ان شاء الله يا رب. ربي يبارك لكم ان شاء الله في جهودكم. ربي يقدركم على الخير ان شاء الله. امين. وكل المحسنين الثاني اللي يساهموا معكم او مع جمعيات اخرى بحول الله سبحانه وتعالى. الامهات والامهات كذلك. نعم. ربي يبارك لكم فيهم ان شاء الله. ربي يحفظهم لكم. نشكرهم ثانيك على كل مجهودات اللي يقوموا بها، ما قاموش اللي تركوا خلاو بنت، واحد خلا بنته ولا خلا ولا مره خلات بنتها تكون في جمعيه اللي تمد. نشكروها ثاني. نشكروها قبل كل هذا انه ربات واحد يخمم في العمل الخيري. الحمد لله. وهذه الفكره في البدايه. ربي سبحانه. الله يبارك فيك. وربي يبارك فيك. وربي يبارك فيك. وربي يبارك فيك. وربي يكون موفق من عند الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله. ربي يحفظهم لكم ان شاء الله. امين ان شاء الله. اذا تحيه لهم وكل المساهمين في هذه النشاطات. خونا بلال بارك الله فيك. اذا نتواصل معكم مشاهدينا الافاضل ونلجو العنصر الثاني من موضوعنا للنقاش اليوم. عن العشر الأواخر وعن سنة الاعتكاف وعبادة الاعتكاف. نشاهد هذا الروبورتاج عن هذه السنة المؤكدة ثم نعود لنناقش الموضوع على ضوئه. الاعتكاف سنة، وهو لزوم المسجد لطاعة الله للتفرغ للعبادة في الليل أو النهار، يوما أو ليلة أو أياما أو ليالي. سنة كما قال الله عز وجل في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.
وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف العشر الأواخر من رمضان في بعض السنوات تركها لبعض الأسباب واعتكفها في العشر الأوائل من شوال، فهو سنة وفي رمضان أفضل وفي العشر الأخيرة أفضل. والدليل على سنيته قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. نعم، سبق لي وخذت هذه التجربة في الحرم المكي في العشر الأواخر من رمضان في عمرة 2006. هي تجربة رائعة، تجربة روحانية رائعة، يتم فيها شغل التحرر من هذه الدنيا والارتباط بالآخرة. يعني تجربة ننصح إخواننا أن يقوموا بها. المفروض أن ينتبه الأشخاص عن غفلتهم ويعودوا لهذه السنة التي أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ موسى، هل سبق لك وأن اعتكفت؟ حقيقة لا، إما لبعد المسجد. هل أنك تحاول أنك تجرب التجربة؟ التجربة نعم أحاول القيام بها، لكن ارتباطات الدنيا ومشاغل الدنيا كثيرة لدرجة أن الأمر صار صعبا نوعا ما. أسأل الله، طبعا نحن نسأل الله عز وجل أن يعيننا في طاعته. فالاعتكاف قطع العلائق عن كل الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، فهو تفرغ للعبادة والذكر. فعن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له: أوف بنذرك. الاعتكاف هو جانب هام جدا روحاني يتفرد به المؤمن عن سائر المخلوقات الأخرى في هذا الشهر الفضيل. فعلى هذا الأساس نقول أن لكل إنسان أو لكل مصل في مجتمعنا هذا فترة من الفترات التي يحتاج فيها أن يعالج نفسه. فلزوم الشيء هو الاعتكاف اللغة. أما بالنسبة لصلاح الفقهاء هو ملازمة المسجد، ملازمة المسلم للمسجد للعبادة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مقيما اعتكف العشر الأواخر من رمضان، وإذا سافر اعتكف من العام المقبل 20 يوما. فقهاؤنا اختلفوا في تحديد المدة، فهناك من أهل العلم من قال بأن مدة الاعتكاف 3 أيام، وهناك من قال أقله يوم وليلة. الاعتكاف لا تحديد له باليوم أو بالشهر، يعني له أن يعتكف في كل أيام السنة، إلا أن الأفضل أن يكون في شهر رمضان له أن يعتكف في أي مسجد. أما إذا كان في المسجد الذي في الأيام التي تصادف فيه الجمعة فلا بد أن يعتكف في مسجد الجمعة حتى يصلي الجمعة. النصيحة التي أقدمها لكل مؤمن هي أن يحاسب نفسه، ومحاسبة النفس وخاصة ونحن في شهر رمضان العظيم تكون من خلال هذه الخلوة التي أسسها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، والتي هي يمكن أن نقول لحظة لمراجعة الذات، لحظة لتقويم نفسك من خلال الاشتغال بكتاب الله عز وجل مدارسة وتدبرا وتلاوة، من خلال مدارسة السيرة النبوية، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، والاشتغال بالذكر ليس إلا ذاك. إن في العبادات من الأسرار والحكم الشيء الكثير، ذلك أن المدار في الأعمال على القلب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. وفي الاعتكاف أيضا حماية للقلب من جرائر فضول الكلام. كذلك الاعتكاف ينطوي على سر عظيم، وهو حماية العبد من آثار فضول الصحبة، كما قال الشاعر: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. تحية طيبة وشكر لزميلنا من محطة ورق العبد الوهاب غانم على هاته وعلقه هذا الروبورتاج عن الاعتكاف وإقبال الناس عليه في
المنطقة في منطقة ورقلة. تحية كذلك إلى كل عمال تلفزيون الجزائر بهذه المحطة وجهودهم المباركة وتعاونهم مع قناة القرآن الكريم. نتواصل إذن معكم مشاهدين الأفاضل، واسمحوا لي قبل أن نتطرق إلى موضوعنا أن أرحب بضيفنا العزيز علي صحراوي مترشح في حدي الأرواح. مرحبا بك. الله يبارك فيك. مرحبا بك. لك أن تشارك يعني في نقاشنا إن شاء الله قبل الحديث ربما عن تجربة حادي الأرواح عفوا وهذه الطبعة وما يميزها إلى غير ذلك. إن شاء الله. هو أصلا هو معتكف معهم. هو معتكف وبعيد عن الأهل والدار. الله يبارك له ويعيش التجربة. الله يبارك فيك. أستاذنا أستاذ كمال عن سنة الاعتكاف حدثنا عنها، ثم في زماننا هل يمكن أن نصل إليها وأن نطبقها؟ جيد. الحمد لله. يعني عموما ما هو معروف في بلدنا أن كثير من السنن مباحة يعني قانونا، تكلم من جانب القانوني، لكن ينبغي أن تنظم، يعني صراحة ينبغي أن تنظم، تنظم وفق اجتهاد مديرية شؤون دينية والأوقاف وفق بالتنسيق مع الإمام أيضا في إطاره العام. عموما في الفقه الإسلامي الاعتكاف هو سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشاطر الأئمة الذين سبق وأن سمعناهم قبل قليل أنه حقيقة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الاعتكاف. لازم نعرف حاجة وش معناتها الاعتكاف. الاعتكاف هو لزوم الشيء كما قالوا اعتكف، قال إلى 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 إلهك الذي ظلت عليه عاكفا أو ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون. فالذي يعكف مش يعكف، الذي يعكف يعني يلزم شيئا ويبقى أمامه. يعني نستطيع أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مارس الاعتكاف قبل النبوة وهو الخلوة. الخلوة بنفسه بعيدا عن الناس، هذه الخلوة في الدراسات الآن العصرية الحديثة تكسب الإنسان طاقة عقلية راحة نفسية وتصبح عنده راجحة العقل. وقد أفتى كثير من الحكماء بأن الحكمة لا تكون إلا من كثرة الصمت، فالانقطاع الناس وكثرة الصمت كما فعلها لقمان الحكيم سئل من أين أتيت بالحكمة قال بكثير من الصمت وقليل من الكلام. فالصمت يكسب الإنسان، ولهذا جاء في المثل المعروف الصمت حكمة وقليل فاعل. الاعتكاف يكون في المسجد، يكون في الله تعالى قال وأنتم عاكفون في المساجد، ما يقدرش يكون في البيوت. الاعتكاف يقدر يكون للرجال يقدر يكون للنساء. الاعتكاف فعله النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد النبوي لكن ليس في بيته، داخل المسجد أمرهم أن يبنوا له أو أن يضعوا له عريشا صغيرا وخيمة صغيرة يجلسوا يكونوا فيها مع الله سبحانه وتعالى. إذا الاعتكاف هو سنة. هل له وقت؟ كما ذكر الأئمة وكما ذكر العلماء أيضا الاعتكاف ليس له وقت محدد، لكن المحبب فيه أن يكون في رمضان، ولا يشترط أن يكون في العشر الأواخر، ولا يشترط يكون في النصف الأخير، يكون في كل أيام رمضان لا بأس، لكن كلما اشتدت الحاجة إلى ليلة القدر كلما كان الأمر أدعى إلى الاعتكاف. وقد ثبت في رواية كثيرة كما سمعنا من أستاذنا موسى إسماعيل ربي يحفظه يحفظ جميع المفتين توانا، على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم نوى الاعتكاف ولم يقدر عليه فتأخر له الاعتكاف إلى شوال فقضاه في شوال. يعني اعتكف المقدار قد يكون 10 أيام 15 يوم أكثر أقل، أقله يوم وليلة لا بأس. اعتكاف أن تنقطع ما تخرجش إلا لضرورة، لا تخرج من ذكر قراءة القرآن الكريم التسبيح لا تخرج إلا لقضاء حاجة أو غسل أو وضوء أو كذا ضرورة. أما إذا كانت فيه ضرورة قصوى إنسان يخرج ثم يستأنف أو يبدأ من جديد. الاعتكاف ينبغي أن لا يقطعه، لكن لازم نكون صراحة. صح. الاعتكاف شوف ها دوك أنا كي نرفد هذا المصحف وراني معتكف ونقرأ في كتاب ربي، ولا راني حافظ ونقرأ من قلبي مع الله، يجب أن أشعر أنني في خلوة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحين كل شوغل الدنيا اعتكاف ودهر مع الفيسبوك، أسمع راني داخل جامعة بك أني قدرت التيام أنبعتوا لي الفطور الفلاني وكذا، هذا مش اعتكاف. اعتكاف بوسائل تواصل اعتكاف نحي كلش، وخلي فقط طرف الذي يأتيك بالفطور أو الغداء إذا لم يكن منظما على مستوى المسجد فقط. لكن مع ذلك ينبغي أن نلتزم بتعليمات القانونية التي تنظم ذلك، نسأل الله عز وجل يتقبل إلى غير ذلك. بارك الله فيك أستاذ. هو ذو شجون يعني. حديث ذو شجون، وإن شاء الله نطرق له ربما في 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 مواقف أخرى ومواقع أخرى. بارك الله فيك أستاذنا. خلينا نتحدث مع صاحب الصوت. الله يبارك فيك. أنا لم أسمح لحد الآن. خلينا يعرف بنفسه من خلال الصوت. أيوه. أخونا علي صحراوي.
بدلنا بالصوت ومن بعد نشوفوا. تفضل. الله يبارك فيك. مستعد يا أخي؟ أكيد. تفضل. الله يبارك فيك. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو وبت أشكو إلى مولاي ما أجد طرقت باب الرجاء أشكو إليك أمورا أنت تعلمها أشكو إليك أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على ما لي على حملها صبر ولا جد الإخوة في الغرفة التقنية قالوا لي الله يبارك صوت ما شاء الله الله يبارك وربي يحفظ لك هذا القرزي كما يقولوا توا يا رب ما شاء الله لها علاقه بالاعتكاف وقفها وقفها مع الاعتكاف ربي يبارك لك في هذا الصوت ان شاء الله ان شاء الله في خدمه هذا الدين ان شاء الله اخونا علي عرفني بنفسك وعرف المشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اولا شكرا على الدعوه وتشرف ان يكون برفقه المشايخ احنا لنا الشرف الله يبارك فيك ان شاء الله الله ينعم عليك علي صحراوي من مدينه عين العجل ولايه المسيله الله يبارك منشد والحمد لله قبل الإنشاد يعني زاولنا يعني مهنة الصوت في المسجد الحمد لله يعني في المدرسة القرآنية تحفظ القرآن؟ لا ما تيسر الحمد لله الحمد لله ربي يقدر والحمد لله يعني تلقينا الدعم من الأئمة والمشايخ في المسجد والحمد لله يعني دخلنا في مجال الإنشاد تقريبا منذ حوالي 15 سنة يعني بعد 15 سنة في مجال الإنشاد وشاركنا في عدة مسابقات يعني محلية ودولية ووطنية الحمد لله والمنطقة معروف عليها الإنشاد أكيد ولاية المسيلة معروفة بالإنشاد فيها الكثير من أكيد. الأصوات وهذا ربما باعث على أن يكون دائما في كل موسم في كل عام يظهر منشد أو منشدين أو فرقة إلى غير ذلك من المنطقة والتقاليد كما يقولوا تحترم في هذا الجانب شحال الرياح تما باش نولي منشد لازم تكون مسيلي يا أستاذ لازم تكون مسيلي حتى البيئة تلعب دور يعني في تلعب دور
الله يبارك. الله يبارك فيك ما شاء الله. كما قال لك أستاذنا مرحلة الإتقان كيف حتى يوصل الإنسان إلى هذا الإتقان وربما وكيف يكون التدريب، هل هو شاق يعني؟ والله أول هي القابلية، يعني الإنسان إذا حب شيء وأكيد راح يعني يحب شيء باش يطور نفسه ويتقن أكيد راح يسعى ويجتهد باش يوصل لهذيك المرحلة. أول اتصال لك بالإنشاد؟ أول اتصال يعني في المسجد يعني أول حفل يعني بديته في المسجد صح. مسجد عثمان بن عفان الله يبارك لي نحيي الإمام الآن الشيخ حبيب. وكانت المشهودة يعني كنا اسمه أبو خاطر يعني في وبعد الحمد لله يعني احتكينا بالأساتذة يعني أبو حبيلة يعني كان أساتذة بزاف يعني كنا نسافر حتى لهم يعني أكيد الواحد لما يحب هذا الشيء يعني حقيقة حببناه يعني إنشاد حبيناه كنا نسافر ونجتهد يعني نحتكوا بأساتذة بنتعلموا مقامات في المعاهد وكذا والحمد لله يا رب يعني الحمد لله نتيجة ثمارها الآن في الوقت هذا. قل لي إذا المدة في 15 سنة؟ لا هي مش بضرورة 15 سنة يعني هي يعني تقدر عام واحد يطور نفسه يعني أكاديميا يعني. وش هي المفاتيح يعني حبيت نقول؟ والله هو لازم يحتك يعني بالأساتذة اللي عندهم علاقة بالمقامات وخاصة السماع لازم هو يكثر ثاني السماع في الإنشاد. لأنه يعني قد ما يسمع الواحد قد ما يسمع يعني أكيد راح يكسب وراح الأحبال الصوتية يعني تكون النغمات يعني اللي يسمعها عند المنشدين. من هي يتكون صوتها وهو عن طريقة التحضير تاعه يعني دائما. إن شاء الله. وهل هذه الأصوات لها علاقة بنوعية الأكل الذي يأكله الإنسان؟ أنا سمعت بأن أولي يسكنوا في السواحل عندهم الرطوبة تأثر. مثلا يزيد لها في الحار ويزيد لها حاجه سخونه على البارده وكلات سريعه لان نوعيه اللبن سمعت هكذا العسل واللبن وطبيعه الهواء ايضا في المدن الداخليه تساعد الانسان في هي طبيعه الهواء بصح الاكل ما عدير ما شكيتش والعسل فيها. العسل يساعد العسل يساعد في الصوت يعني هذه معروفه لما تكون مبحح شويه راك يقول لك اضرب شويه عسل نقل معروفه يعني. كنا نتكلموا على الصوت الغليظ من اين ياتي يعني هل يمكن يكتسبه الانسان؟ لا هذيك تبقى موهبة يعني طبقة صوت أكيد يعني راح يجتهد هو يسعى باش هي بمعنى أنه المساحة الصوتية في الحبال الصوتية لأي إنسان هل هي يعني مضبوطة أنا عندي مساحة معينة لا مش مكتسب ولا نقدر نوسعها المساحة هذيك مش مكتسب لازم هو يجتهد باش ديما لأنه كان أصوات كنا نعرفوهم يعني كان طبقة الصوت تاعهم ديما يعني قليظة كما نقول احنا والحمد لله بعد الاجتهاد يعني والتحضير المكثف الحمد لله تلقاها يوصل طبقات يعني عليا من فيها أمر التحضير الآن حادي الأرواح كيف راه التجربة كيف راه الجو كيف راه الزملاء المنافسة شكون اللي قادر يديها لك يديها لك حادي الأرواح الحمد لله يعني شاركت من راك خايف يعني أنت وأن الموهبة اللي ممكن تشكل لك تهديد لما شاركنا الحمد لله شاركنا في الطبعه الاولى اولا يعني الله كانت من بين الطبعه الاقوى يعني الاقوى الطبعات يعني هي الطبعه الاولى يعني شاركوا فيها جميع الاصوات القويه في الجزائر والحمد لله هنا عدنا في الطبعه الخامسه واكيد الواحد دائما يسعى دائما حتى للمراتب الاولى هذه يعني مفروض منها ربي يقدرك ربي يقدرنا ان شاء الله الاصوات كامله يعني ما شاء الله يعني والمدرسه دائما مش حد يخسرها من والله كامل ما شاء الله زوج ولا ثلاثه عندي زوج ولا ثلاثه يخرجوا ايضا الحمد لله يعني راه جو عائلي دائما في المدرسه يعني مادام انك لا لا من ناحيه المنافسه فقط نتحدث يعني المنافسه الحمد لله يعني ايها يشكل ربما انت تقول ممكن هذا احسن مني ممكن هذا قد يكون كامل ما شاء الله كامل ما شاء الله كامل ما شاء الله الحمد لله انا الان تاهلت للنهائي الحمد لله يعني رفقة ناصر محمود من بسكرة الله يبارك وكامل يعني نتمنى التوفيق كامل يعني ان شاء الله يوفقكم ان شاء الله ومازال امل ان شاء الله يا رب ان شاء الله يعني كانت دردشه خفيفه وقصيره في المده ولكن استفدنا منها وان شاء الله معرفه خير ان شاء الله ان شاء الله يبارك والمشاهد كذلك سيتعلق بهذا الصوت ان شاء الله ان شاء الله تكون من الفائزين ان لم تكون في حد الارواح تكون في حياتك الانشاديه ان شاء الله في حياتك عامه لا نجح ان شاء الله انا نشك باللي هو ان شاء الله حاجه ناجح ان شاء الله ربي يقدرها الله يبارك فيك الله ينعم عليك ان شاء الله الله يحفظك خونا علي ربي يجازيك ان شاء الله ونلتقي في فرص اخرى ان شاء الله يا رب لما لا ان شاء الله يوم تتوج ان شاء الله لحشر الارواح هذا الكلام كامل اللي يجي نقولوا له لازم الله يحفظك استاذنا كامل ربما ما بقي لنا من وقت نغتنمه في الحديث عن الركن اخر ركن فاني قريب دعاء إن شاء الله نختم به ونختم ببعض معانيه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا كل عمل خير نقدمه لوجهه سبحانه وتعالى تفضل أستاذنا أستاذ كمال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما حديث اليوم فهو الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أصلح لي ديني
الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. آمين يا رب. الحديث رواه مسلم. إذن شرح الحديث بسرعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أننا ندعي ربي ونقول يا رب أصلح لي ديني. الدين خيره صالح، لكن علاش نقول أصلح لي ديني؟ يعني تديني، المقصود به التدين. أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. العصمة أي التمسك، واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا. يعني يا ربي أجعل الدين تاعي مكمول، ديني مكتمل في الصلاة والزكاة والطاعات والعبادات والذكر، اجعلني طائعا لك هاربا من المعاصي والآثام. هو عصمة أمري لأنني به أتمسك وبه أنجو عندك يا رب العالمين. ثم قال وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. يا ربي الدنيا تاعي، العمل، الخدمة من الصباح حتى العشية، المكاسب اللي راني نكسبها، الرزق اللي راني نجيبه، يا ربي أصلحه. كيف أصلحه؟ يا ربي اجعله من الحلال، اجعلني أنفقهم في الحلال، اجعلني لا أظلم أحدا، اجعل لي ألا تكون هناك مظلمة لأي إنسان يدعو علي في هذه الحياة. أي أصلح لي معاشي واجعله طيبا وأفضله ما كان كفافا عفافا، العفاف والكفاف كما يقولوا احنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، يعني معادنا كما راح نموتوا، كما راح نلاقي ربي عز وجل. فيسأل الله عز وجل أن ربي يجعلها صالحة، أي يوم القيامة يكون من السعداء، يكون من المغفور لهم، يكون من المبشرين بالجنة، يكون حسابه يسيرا، ويكون من أهل الجنة بإذن الله. ثم قال في الأخير واجعل الحياة زيادة لكل خير، هذه راهي باينة، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. لا نتمنى الموت، ولكن إذا كان الموت ولابد فاللهم اجعله راحة لنا من كل الشرور. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يجعل هذا الدعاء دعاء نعيشه في حياتنا ومع أمتنا ومع إخواننا وأخواتنا. اللهم آمين يا رب. آمين يا رب العالمين. وبارك الله فيك أستاذنا أستاذ كمال، ربي يجازيك على كل ما قدمته. أستاذ علي، ربي يبارك فيك وفي جهودك وفي كل ما تقدمه، نفع الله بك إن شاء الله. خونا علي صحراوي، ربي يجازيك وبالتوفيق لك ولكل الزملاء إن شاء الله في حد الأرواح وفي باقي الحياة إن شاء الله. شكرا لكم وصول المشاهدين الأفاضل، تقبلوا تحياتي، نسأل الله سبحانه وتعالى أننا استطعنا أن نقدم شيئا فيه الفائدة لهذه الأمسية لرواح الصائم. تقبلوا تحياتي، تحيات فريق العمل الذي خدمكم في هذه الأمسية واحدا واحدا دون استثناء. صحفتكم، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.